مساء بالخير كل عم بتابعونا اليوم دائما على شاشه ال بي سي وقناه روتانا خليجيه. كلنا استعداد لننطلق بحلقتنا الجديده لمده ساعتين ونص من الوقت نترافق فيها مع مواضيع وفقرات متنوعه مثل ما عودناكم، وان شاء الله حلقتنا اليوم تنال اعجابكم. رح نترافق فيها انا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور ساشا. بيناتنا بدايه الجريب بهالموسم، كيفك نيفين؟ انا كثير منيح الحمد لله، وانت؟ الحمد لله تمام. انا بدوري بدي رحب بكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا بلبنان وبالدول العربيه عبر ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه، وبندعيكم ايضا تقضوا معنا ساعتين ونص من الوقت. هالساعتين ونص من الوقت ما بيشبهوا اي وقت ثاني، وكثير رح يكون في مواضيع وفقرات متنوعه، فكونوا كثار على الموعد. مين الضيوف اللي رح يرافقونا باول جزء لليوم بحلقتنا؟ بنرحب باللايف كوتش نجلة عموري وايضا اختصاصيه التغذيه لانا عريسي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. من اسبوع لاسبوع لانا بنشتاق لك، ونجلة كمان انا كل كذا شهر بكون معكم. قبل ما نكفي بس لهيك اعطي شيء تيب لكم، لانه عم بلشوا ترشحوا، بتكون عم تعملوا حيلا نوع رياضه، وذ افري بريث وقت تتنفسوا بعتوا الانرجي تبعكم على السباين، لانه this is how you strengthen your immune system. وما بتقعدوا تسخنوا مثل ما لازم او ترشحوا مثل ما كان لازم، فبتكون الاقل. اها حناخذ بمعلومتك معلومتك اليوم لكن نجلة، شو موضوعنا؟ اليوم رح اعطي تيبس صغيره كمان كيف رح نتحضر بهالموسم لنكون عندنا سعاده، وحتى نكون عندنا نحس حالنا انه مرتاحين مع حالنا، ونضلنا نقدر نفوكس على شغلنا، يعني مش انه يي بدي بس اشتري هديه والتهي واعمل الحفله وعيد وما بعرف شو، انه فينا نكفي كل هيدول وضلنا مكفيه بالاشياء المهمه لإلي، سبور والشغل والبوزيتيف ثينكينج بلا بلا بلا. رغم كل شيء هيك بيعرقل لك مزاجك وبيعيش بالستريس ما في شيء، ما في شيء، لانه بغير كيف بدي افكر بالاشياء. يعني مثلا هلا اخذتني شي ساعه لاوصل لعندكم، كنت بدي بلش نرفز بعدين دغري اي سناب اوت اوف ات، بلشت اقرا اسمع ميوزيك، انه سمبل ثينكس واحد بغير. صح. لانا شو موضوعك لليوم؟ موضوعي لليوم بدي اخذ منها موضوعي لليوم اكشلي كل شيء تغذيه لصحه القلب. يعني حنحكي اليوم كثير قصص مشان نحافظ على صحتنا وصحة قلبنا، يعني صحتنا. نعم. ان شاء الله بالفقرات اللي جايه اكيد رح نتابع كل التفاصيل معك لانا، وغيرها كمان من الفقرات اللي حضرناكم اياها لحلقتنا لليوم، بنتعرف على ابرازها نحن وياكم بهاللمحه. الاتيكات ما بتتعلق باسلوب التصرف فقط، بل بترتبط بالمظهر وقواعد اخرى، تطلعنا عليها الخبيرة بهالمجال سونيا صباح. علاقة أمراض القلب بالتغذية مع لانا عريسي ودكتور زياد كريدية. خبيرة التجميل عبير حوراني تصحح المكياج الخطأ مباشرة على الهواء. وموضوع عليا المنلى بيتعلق اليوم بالرجال، ما يليق بكل منهم حسب شكل جسمه. وبتقرير خاص نتعرف الى حدث كريسمس at the فيلا، واكيد غيرها من المواضيع. هذا جزء بسيط من اللي ناطركم بحلقتنا. خلينا نبتدي مع اخبارنا وجوله على هالاخبار مثل بدايه حلقتنا. انا خبريتي غريبه شوي، بننتقل فيها الى عالم ابداع الولد او الطفل. رح بلش بالخبريه وهي عن استعداد شركه جي كرو الامريكيه للازياء لاطلاق مجموعه جديده من الملابس، وذلك بالتعاون مع مصممه ازياء ميهم كايزر، البس عمره 4 سنين. واو. وبتصمم هالفنانه الصغيره ازياء باستخدام الورق بطريقه مبتكره، اثارت اهتمام مصممي الازياء بمجموعه كرو كاتس اللي قرروا ترجمه ابداعات هالطفله من الورق للقماش لتباع تحت ماركه جي كرو. ويبدو انه سعر القطعه الوحده ما راح تكون كثير غاليه، يعني بحدود 22 دولار امريكي، على انه تطرح المجموعه الجديده بعام 2015. وفينا نقول انه بدايات هالمصممه او هالفنانه المبدعه الصغيره كانت على الانستغرام بعد ما شجعتها والدتها ووضعت عدد كثير كبير من تصميماتها الورقيه. وهالمصممه الازياء الصغيره بتستوحي كل تصاميمها من ازياء مشاهير الفنانات مثل جينيفر لورنس ولوبيتا نيونغو. شكلك بتحبهم كثير فبتتابع شو بيلبسوا وهيك بتستوحي تصاميمها. بتعرفي نحن بالكوتشنج بنحكي شيء كثير عن الموديلينج، وبنحكي كثير انه كل شيء بنعمله بالحياه از استراتيجي، فهي شي جاتت
مثلا انا ابني بتذكر وقتها كان عمره سنتين كان يعرف تو هايد ابلكيشن على الايباد. ذير فيري سمارت او اولادنا يعني، بس نحن بنصير بنقول لهم ما تعملوا هيك وما تفكروا هيك وما تروحوا لهون وما تجربوا، بس اذا بتتركيهم بدون حطهم عندهم كثير ابداع وذير فيري سمارت. وهي شيز موديلينج كل مثلا جينيفر لوبيز وكل هدول اللي نجحوا مثلها، اتس سو ايزي فور ذيم، ما بيعقدوها مثلنا نحن، لانه نحن بنبلش نفكر اه لا ما فيني اعمل هيدي لانه بدي اعمل هيدي ستيب وهيدي ستيب وهيدي ستيب، هن لهم اتس وان ذي تشانك ات انتو وان. والنقطة المهمة كمان نجلة لانه والدتها شجعتها يعني كانت داعمة لها بالنسبة، هيك فتحت لها يمكن اكونت على الانستغرام ونشرت لها كل تصاميمها، فهذا شيء كثير مهم نحن كأهل ننتبه على هالموهبة عند الولد وننميها. ايه بس في شغله ما لازم نسرق لهم طفولتهم، يعني ما بدها كمان لا محافظين على كله اتس اباوت بالانس، يعني اذا كثير صارت صارت هالقد مشهوره وهيك شيز نوت جونا مش رح تروح تلعب مع اصحابها وتكون عندها وقت لإلها، يعني اتس اول اباوت بالانس. يعني هون كمان دور الاهل انهم يقدروا يعطوا ثقه بالنفس للولد بطريقه ما يروح صوب الغرور يمكن، ويضل هيك محافظ على براءته وطفولته ليقدر يضل يتعامل مع الاولاد اللي بعمره. رح نشوف اذا كمان السيده الامريكيه الاولى ميشيل اوباما رح تعجبها هالتصميم لانه هي اهم زبائن للشركه ولهالبراند. لانا شو خبريتك لليوم؟ خبريتي اليوم بعالم التغذيه، اكتشاف علمي كثير كثير مهم بهمنا. بشباط 2012 بلشنا نسمع اخبار انه تصرفات غذائيه مثل ليتس سي حنحكي تصرفات كلتشرال مثل الزهايمر، امراض كثير هي عاده كلتشرال يعني لها علاقه بالمحيط ولها علاقه بالكوجنيتيف بالراس، صار يقولوا الباحثين انه علاقتها هي علاقه ميكروبيه يعني ببكتيريا او بميكروب. نعم اكشلي هلا ثبتت معنا كمان في تصرف الغذائي اللي نحن نحكي عنه، هي انه البوليميا والانوركسيا المصدر تبعهم هو مصدر بكتيري يعني بكتيريا ميكروب. شو بيصير؟ بيصير انه نحن بالجات تبعنا بالامعاء في بكتيريا كلياتها مثلا ايكولاي والسالمونيلا تفرز نوع من البروتيين، هذه البروتيين بتاثر على اعصاب بتاثر أوكي. على الايموشنز يعني على العواطف بتاثر على الابيتايت على الشهيه، لما هي تفرز هيدي البروتيين حتى نحن الجهاز الهضمي بيفرزها هاي البروتيين، انما لما البكتيريا تفرزها بصير جسم الانسان يتعرف عليها ك فورين بادي يعني كجسم غريب بصير يطلع انتي بوديز لها تصير تاكلها، لما بهالديباجه هي كلياتها بيتاثر الايموشنز بصير مثلا تتاثر على الابيتايت بتصير معاكسه على الشهيه اكزاكتلي بتصير معاكسه. سو الفكره وما فيها انه كل العلماء استغربوا انه معقوله هالتصرف الغذائي اللي نحن كنا مفتكرينه عنده اساس بسيكولوجيك عنده نفسي. اساس كلتشرال هو طلع من وراء بكتيريا. بقى هيدا الشيء اللي كثير هول علاجاتها رح تختلف كمان اذا السبب ورا بكتيريا مش مشكله exactly. نفسيه او في كتاب بيقول انه كل المنتل النس سببها الامعاء فاذا نحن بنغير طريقه اكلنا، يعني انتم عرفتوا شو نقيتوا نقيتوني انا ولانا مع بعضنا اليوم، اذا بنغير كيف بناكل بنغير كيف بنفكر مش صح. ممكن الا ما نكون سعداء اند سكسسفول بحياتنا. اتس وات وي ار وات وي ثينك وات وي ايت اند وات وي دو، يعني نحن اللي بناكله اللي بنفكره اللي بنعمله هيدي ذس از يعني نحن وقت نجمع هدول الاشياء بيطلع يا شخص ناجح يا شخص مش ناجح. صح فاذا بنرجع لهدول الثلاث الاسس وهالمبادئ فبنعيش حياه سعيده وصحيه. نجلة شو خبريتك لليوم؟ انا رح احكي عن انجلينا جولي، اكيد الكل بيعرفوا قديشها حلوه، وقررت بعد ما خلصت من دور الامومه وخمس اولاد وشيز ريلي اميزنج انا اي ادماير هير ا لوت كلنا قررت انه تعمل اخراج، بس كمان مش دائما الناس بيحبوا يعطوا اشياء ايجابيه لكل شغله بنعملها، فباليابان قالوا انه هي لازم تدرس شوي اكثر التاريخ قبل ما تحكي عن هالعداء الامريكاني اللي بخلال الحرب العالميه الثانيه اللي اعتقل باليابان او عن فيلم ان بروكن اللي هو الفيلم اسمه ان بروكن. فكان بدهم اياها انه تحكي تدرس اكثر التاريخ وعملوا قبل ما ينعرض باليابان، هلا بعد ما انعرض لحد هلا الفيلم بس انه بعدنا عم ينتقدوا شوي، بس كمان هون بحب انا اقول انتم بتعرفوا انه انا عايشه بالفيتنام انه في شيء كلتشر لازم نعرف الكلتشر تبع الناس،
كل الايجن بيبل ذي كير الوت اباوت انه تهذيب وكيف الاشياء لازم تنقال بطريقه مثل ما هي. يعني هلا هي جايه من امريكا وبتفكر بطريقه غير هن كيف رح يستقبلوا الفكره. فانا وقتها بلعب تنس مع الناس الامريكان سوري مع اليابانيه بيجوا كثير مهذبين وهاي وام سوري وبضلوا يعتذروا وفيري كوايت. انا ببقى مثل التوربيون فاتح على التنس والانتقاد كله لانه يمكن اعتقل العداء الامريكاني او الامريكي بمعتقل الياباني كثير تشدد وانتقاد فهن ما بهمهم ابدا ينحكى عن اليابان بطريقه سلبيه. يعني يمكن هيدا اول انتقاد لانجلينا جولي فغلطه الشاطر بقلب بعدنا ما حضرنا الفيلم بكره الياس دمر بس يرجع بخبرنا اكثر ونشوف شو تعليقه. بس عم بحس كانه الحظ عم بعكسها لانجلينا جولي هالفتره. يعني كمان ما قدرت الاكسيدنت ما قدرت تحضر وتكون حاضره بالبريمير كمان لان بروكن بسبب جدره ما هيدا جدره المي فما بعرف عم بحس كانت واقعه بحيره اذا لازم الاولاد اولادها يحضروا الفيلم او لا. يعني ما بعرف يكونوا حاضرين على الموفي. شو يعني فينوس؟ شو خبرك؟ انا خبرت عن المطرب حسين الجسمي وطالب مغردون عبر تويتر انه لازم يعطوا الجنسيه المصريه للمطرب حسين الجسمي خصوصا بعد ما غنى اغنيه بشرة خير الشهيره على مسرح برنامج ارب ايدول بحلقته الاخيره. ومنشكر انه الجمهور حتى لجنه الحكم كمان معه بشكل كثير كبير. كانت الحلقه الاخيره كثير مميزه اذا حضرتوها من ارب ايدول. وايضا حسين الجسمي أطلق هالأغنية بأيار الماضي ليشجع مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية وتعلق من خلال الشعب المصري. وهلأ زاد التعليق تعلقوا أكثر من خلال الحلقة الأخيرة من أرب آيدل. بشاركهم التغريدات لانه عن جد بشارك التغريدات من برنامج بيروت انه حقه ياخذ الجنسيه المصريه لانه بالفعل اغنيه كثير حلوه بتفوت الفرحه على القلب والفيديو كليب احلى. يعني بتعكس خفه دم المصريين واكيد رح نشوف اطلاله كمان وحضور الفنان حسين الجاسمي بمهرجان دبي للتسوق رح يكون النسخه الجديده لهالسنه. كيف رح الناس كمان تتفاعل مع الحفل؟ ما عندنا شك رح يكون اكثر من ناجح مع عدد كبير من الفنانين الكبار مثل محمد عبده كمان وغيرها عاصل حلاني اسامي كثيره. يعني نجوى كرم احلام اليسا نانسي عجرم مينكم بدبي رح تكونوا حاضرين هالاحتفال. فهيك لازم تغردوا ونغرد نحن وياكم عن الاجواء كيف رح تكون. وبكره كمان بالتفاصيل رح نعيش اجواء مهرجان دبي للتسوق. انا ولانا مثل عادة رح ننتقل عند الشيف احمد عيطاني. شو محضرنا اليوم؟ شيء كثير طيب. ما في شك. شيف مرحبا كيفك اليوم؟ الحمد لله كيفك. شو الشيء الكثير طيب محضرنا اياه على قولة لانا؟ اليوم بدنا نحضر سمك هيلثي لانه عم نحكي عن صحة القلب وهيك شيء. اوكي. فبنعمل شيء بان فرايد فيش فيليه مع السافرون صوص والتوميتو مع الكسكس والخضرة. شو؟ طيب كل شيء صحي انا شايفه ما في شيء قلي خضرة؟ اصلا ما عندنا قلي، يعني عن جد نحن اقل شيء بنصرف هو زيت بالكلينيك. حقول لك شيء ساشا. لاحظي انه العناصر اللي نحن حاطينها بالطبق عنا
هي لما عم نفكر فيها عم نفكر نجمع كل الفيتامينات اند البروتينز الكاربز اند الاوميجا 3. السمك تتذكري نحن اخر مره حكينا عنه هو احلى مصدر للاوميجا 3 للقلب، وهذا ان شاء الله بنشرحه اكثر بعد. أوكي. لاحظي عندك البندوره عاملك تيست صغير، تتذكري شو الانتي اوكسيدنت اللي بقلبها الفيتامين؟ اوكي بيتا لايكوبين تنصوري. عندنا بعدين الفطر كثير عالي بالفوليك اسيد كمان كثير طيب. فيتامين سي جاي من الجرين من اليلو بيبر الفليفله الصفراء، حتى فيها بيتا كاروتين. جبنا كمان كزبره اللي هي هنيك. مصدر النشويات عندنا هو مصدر مركب، كنا حابين يكون حبة كاملة أكثر، بس جبنا كسكس كمان إن شوي لنغير، كل مرة عم نجيب كينوا وعم نجيب قصص قمح وهيك. بس كيف رح تنعمل بطريقة ما تكون كثير دسمة؟ هون بدك تسألي شو شاف؟ أنا نعمل شيء اسمه مثل الفابور يعني على البخار. أوكي بنسخن المي وبيطلع على البخار، هي الطريقة التقليدية. هلا صار في اكيد ستيمرز، صار في مكانات خصوصي، بس الطريقه التقليديه انه تحطي طنجره وتغلي المي، تحطي نصفايه وبقلبها الكسكس وصير شوي شوي بنسميها تهبيل يعني بسموها او باي ستيم يعني. هلا بتاخذ وقت زياده؟ بتاخذ وقت زياده بس بتحتفظ بكل الخواص تاعولها بكل الفليفر. اها وبتطلع هيك هيلث، بتطلع صحيه. طبعا شوف في لبن يمكن على جناب ولا شو؟ لايت كريم. لايت كريم اوكي، بنعملها شوي مع السوتيه مع الفطور لتعطي شوي هالنكهه. احنا عندنا شويه فستق حلبي لشو هون كمان للديكوريشن وفيتامين دي الاي سوري، وبتعطي شوي ناتي فليفر يعني انتم عم تاكلوا. هي تركيبه الصحن اخر شيء بتبين معي يعني. حنبلش اول شيء حنشوي السمكه، هي السمكه حتكون مش جريل، بعدين من قدامها الاكومبانيومون تبعها حيكون خضره. البندوره الشيف حيحشيها بالكسكس. اوكي على جنب حنعمل جريلينج للفوليك صرت انا ما بقول لك فطر بقول لك فوليك اسيد. فوليك اسيد حنشوي الفطر. اوكي كمان الحبق سوري الكزبره والاعشاب. عند الصوص على جنب حيركبها، هي معموله من اكسترا لايت فريش كريم في بقلبها 2.5% دسم. وحتى اللي يعطي النوتي فليفر هيك طعمه جبنا الفستق الاخضر. لاحظي كمان البورشن هلا حنحكي فيها، البورشن كنترول يعني لاربع اشخاص قديش بيطلعوا تقريبا معلقتين. عند هي جبنه بارميزان هيك جبنه البارميزان اللي هي حنحطها كمان بتعطي طعمه طيبه نكهه يعني حلو كمان شوي. ايه اكيد هلا نحن فينا ناخذ اجبان صفراء بتعطيكي كمان فيتامين دي اكثر. ايه. وكالسيوم اكثر صح. بس نحن بننتبه على البورشن تبعيتها، بننتبه انه مثلا اوكي ترويقه او غدا، بس مثلا ما ناكلها قبل ما ننام او تكون عشيه ثقيله. عرفتي؟ اوكي شاف شفتك قطعت هلا الكوسا سلايزز. اوكي بدنا نشويهم بعد شوي اكيد. مثل ما قالت المدام نحط الهولي البندوره بدنا نحشيها كسكس، بدك تفضيها نفرغها نفرغها نشويها شوي بالفرن، نرجع بنخلط نعمل الكسكس ستيمد، نرجع نخلطه مع الاعشاب فريش هيربس. اوكي كيف فيك تفرغ البندوره؟ طريقه سهله رح تكون كثير هينه من فوق هيك، بنحدد المسافه بهيدي هيك نحط اصبعنا هون على السكينه. اوكي بس ما تكون كثير طريه يمكن البندوره ايه بتكون حمراء وجامده. اوكي نفرغ بس قلبها ونحطها شوي بالفرن لتاخذ يعني تستوي شوي. نرجع بنكون هون نخلطهم مع الاعشاب كمان قبل ما تحشيها نحطها بالفرن. ايه حتى بنحطها شوي بالفرن يعني شي 7 دقائق على حراره 220 سلسيوس. نرجع بنخلط الكسكس والاعشاب بنحط نحشيهم بقلبها كمان نعطيها شوي بالفرن. بهالوقت بنحضر الصوص. عندنا سافرون صوص حنعمل كمان، وحنعمل الفطر مع الكريم والتشيز. والكريم كله لايت، هذا لايت كريم اكسترا لايت. على فكره انا الزعفران بروح خصوصي على تركيا لجيبه الزعفران الايراني، لانه بالفعل في كثير انواع والتنقيه تبعيته كثير فيها لذه. ايه لاحظي انه كل ما بقى في حدا يجيب مي ويغليها ويحط الخضره بقلبه، انه كله يعني حيكون يا ستيمد على البخار يا اما بالفرن مش في، حتى اللي حافظ على كل الفيتامينز والمينرالز تبعه، والا ما في سبب ما في فايده. اكزاكتلي. طب حنحضره اليوم له علاقه بالشق الغذائي لمحاربه امراض القلب ولا لا؟ 100% لانك انت مستعمله سمكه اللي هي بتعطيكي كميه بروتينات كثير عاليه، اوميجا 3 اللي لها اهم دور بقصه محاربه الكوليسترول، بلس عندك الانتي اوكسيدنت اللي هي بتحارب الفري راديكلز يعني
ترجموا ليها على العربي في راديكلز، يعني الاشياء الفري فولاتايل فاتي اسيدز، حتى لي تخفف كمان من حده الكوليسترول. كل الفيتامينز موجودين عندنا، الفيتامين كمان الفيتامين سي والفيتامين والبتا كاروتين كلياتهم هدول انتي اوكسيدنت. يعني لما اي انسان بده يفكر يعمل وجبه لإله، عم نحكي مشان ست البيت، بدي اول شيء تفكر انه بدا بالبروتيين على طول. نحن بنتجه على البروتيين اللي قليل بالدسم، بيعطي بروتيين فيه اوميجا 3، في كل انواع الاسماك، السمون، الاريدس، بعدين الدجاج اكيد بدون جلدته، اللحم تكون مثلا حبره ونعملها مره، الخضره ضروري كمان بالطبق، كميه الخضره. وتلاحظي في شيء انه نعدد الالوان، يعني بترجيها انه على طول مثلا تحط على القليله من لونين لثلاث الوان. نحن هون عندنا ثلاثه، عندنا الاخضر من الكوسه، عندنا الاصفر من الفليفرا، والاحمر من البندوره. اوكي، ويكون في نوع من النشويات، هذا النوع يكون اكيد كومبلكس، مش جاي مثلا من سكريات عادي. نحن اليوم جبنا كسكس، هلا في بعد اشياء احسن من الكسكس اللي فيها الياف اكثر، بس انه نوعنا شوي اليوم. نوعنا ايه حلو، هيك ندخل كمان طريقه جديده على اكلنا. مزبوط. شاف رح نتابع هيك اكيد بسيق حلقتنا وين صرت بالتحضيرات الوصفه لليوم. لانا باقيه معنا قبل ما نرجع على التيبل ونبتدي كمان بحوارنا، بنكفي مع اخبارنا ومع كينيفين. ساشا جوليا روبرتس رح تكون الوجه الاعلاني لمجموعه جيفانشي ربيع وصيف 2015. خلينا نشوف التفاصيل بهالتقرير. بدت جوليا روبرتس في قمة جمالها ورشقتها في حملة جيفينشي لربيع وصيف 2015، حيث التقط صورها كل من ميرت أليس وماركس بيجو، وهما نفسهما صورا مادونا في حملة فيرساتشي للموسم عينه. وكما كانت صور مادونا بالأبيض والأسود، كذلك هي صور جوليا التي ارتدت أكثر من قطعة ريدي تو وير من تصميم جيفينشي. إلا أن ما لفتنا هو أنها لم تستعرض ابتسامتها المميزة في الصور التي أبصرت النور من الحملة. ورغم أنه التعاون الإعلاني الأول بين جوليا وجيفينشي، إلا أنه سبق للنجمة أن تألقت بتصاميم الدار في جوائز الأوسكار العام الفائت، وكلنا نترقب صدور الإعلان الرسمي لجيفينشي من بطولة جوليا في أذار 2015. يعني دايما هالشركات عم بيختاروا النساء اللي فوق الأربعين ليكونوا وجهن الإعلان فوق الأربعين، وهيك صح يعني مع هيك انه مثلا مادونا، جوليا روبرتس، والغريب انه ما شفناها عم تبتسم، مع انه هيدي بحس الايمج لجوليا روبرتس بضحكتها، فطلعوها بغير ستايل، بس انه هيك هلا بيقولوا ذا نيو، بحافظوا على جولد ايج كونفيدنس. ذا مور يو ثقه، ذا مور يو بيوتيفول اند سكسي. والمره بعد الأربعين بتصير تعرف شو بدها بالحياه، ويعني بتصير انضج واحلى وبتحسيها سوفت وسمبل، يعني منا كثير متكلفه، حتى يعني منا بحاجه للمبالغه بالمظهر. وبعدين الممثلات ما بيخاطروا وبيضلهم كل ما كبروا بيضلهم جون، لانه دائما اون ذا جو، دائما بيعملوا كثير اشياء بحياتهم، بيسافروا كثير، بتعرفوا يعني كثير، مع انه بيتعبوا كثير. نجله كمان بس ديفرنت كايند، ما في الستريس اللي نحن يعني different kind of stress اللي نحن بنعيشه كل يوم، غير نمط حياة. بعدين يمكن عندهم نمط تغذية كثير منيح ونمط تفكير كمان كثير منيح. They have great nutrition و great coach، انه في حدا بيهتم فيهم كيف بدهم يمشوا، كيف بدهم يركضوا، كيف بدهم يفكروا، شو بدهم ياكلوا. هلا كمان في ناس حلوين جينيتيكلي خلقانين، الله خلقهم حلوين، بمساعدة مثل ما عم تقول تغذية، كوتشنج، رياضة أكيد. بلس انه انا استغربت منكم انه ليش استغربتوا بعد الأربعين، بالعكس انا بلاقي المره بعد الأربعين هي كثير احلى من قبل، مثل ما قالت، لانه بعد الأربعين عن جد بتكوني مرقتي بهالقد اكسبيرينسز، بتعرفي حالك شو بدك، بتكوني مرتاحه من جوا، بتكوني مبسوطه، عند هذا الشيء بينعكس على وجهه للانسان. صحيح. بس بقول لك لانه لقيتي مثل عن الكوتشنج، او كيف اذا حدا عم بيقول لك شو تعملي، او ات سمبل ستيف، كنت عم بركض وكان الكوتش تبعي عم بيقول لي انه انا بركض كنت كل الوقت على رؤوس اصابيعي، بس قال لي انه حطي الكعب اجرك تحت، سمبل ستيبس او اد بوم يو جيت بيتر ريزلت، اند ذن افتر ذات ركضت ساعه ولا حسيت انه بالتعب.
فهن اكيد كل شغله بيعملوا كيف بيفكروا كيف بيوقفوا كيف بيعملوا حيلا حركه كله مدروس مدروسه وبعدين في كثير ستيموليشن قد ايه بيتعرفوا على ناس قد ايه بيسافروا قد ايه بيحكوا قد ايه كل هيدا من جوا they're like working on excellence it's amazing مضبوط نبقى بعالم النجوم وهالتقرير عن تايلور سويفت كيف احتفلت بعيد ال 25 بحضور نجوم كتار بهالعيد وتم افتتاح معرض خاص لها بنيويورك التفاصيل بنتبعها سوا بهالتقرير Money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. في أجواء من النجومية والسعادة احتفلت تايلور سويفت ببلوغها 25 عاما، وذلك في حفل خاص ضم مقربين منها. وأسماء لامعة أبرزها بيونسي وزوجها مغني الراب جاي زي جاستن تيمبرليك نيك جونس سام سميث كارلي كلوس وسيلينا غوميز أيضا التي طلت أظافرها بأحرف اسم صديقتها المقربة تي وأس السهرة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى في شقة تايلور حيث وصفت الأخيرة هذا العيد بأنه الأفضل على الإطلاق بالنسبة لها يذكر أنه ولمناسبة عيد سويفت افتتح في نيويورك معرضا تكريميا لها يحوي أكثر من 100 غرض شخصي بما فيها صور خاصة لم تعرض من قبل أثواب فيديوهات وأغنيات كتبتها بخط يدها وهي أصغر فنانة في العالم يتم تكريمها من خلال الجرامي ميوزيوم عبر تخصيصه لها ولإنجازاتها لفترة من الوقت هيدي نجومية وهيدا النجاح يعني عن جد 25 سنة معرض خاص لها بيضم أغراضها الشخصية وكيف تم تكريمها والأهم أنها محبوبة كثير من الأكثرية صح تايلور سويفت كثير محبوبة بتحبيها لانا بتحبيها يمكن لأنه بنتك بتحبها شو تعلقت فيها يا بنت بتعرف عم تغني كان لأنه عرفتي أنا عم بسمع دغري ذكرت مريم كثير بنتك أنا عم بتفاعل معها عن جد كل التين ايجرز بحبوها لتايلور سويفت أكيد رح نحكي شوي لانا لتحضر الفقرة الخاصة معك لأنه بعد البريك ناجلة رح نكون مع موضوعك كمان الخاص تنضم لنا سونيا صباح خبيرة الاتيكات والصورة اشتقنا لها كمان هالاسبوع بتطلع علينا بموضوع جديد، لكن دقيقة قليلة مع الإعلان وبنودع كل عم بيتابعونا على قناة روتانا خليجية وأكيد بصيرنا تنضموا لنا على شاشة الـ LBC لننطلق من بعد أخبارنا هيك وجولة على التقارير، ننطلق بحلقتنا مواضيعنا الخاصة لليوم، تابعونا بعد الفاصل. مرة جديدة بنرحب بكل عم يتابعونا اليوم على شاشة الـ LBC وأيضا كمان تحية كتير كبيرة لخبيرة الصورة والاتيكات سونيا صباح اللي انضمت لنا بهالفقرة هاي سونيا سوا كيفكم انتم الحمد لله انت كيف الحمد لله اليوم عشو نحكي البيرسونال ايمج يس بيرسونال ايمج كيف انت الصورة الشخصية تبعيتك اللي هي هلا بنشوف بنحكي فيها تفاصيل اكثر تفاصيل اكثر بالضبط انه مش بس المظهر في كثير اشياء ثانيه بتتكون او فيها العوامل يلي موجوده بالايمج تبعك البيرسونال ايمج موضوع كثير شيق سونيا موضوع نجلة اليوم كيف ممكن نكون اكثر سعاده يعني بحياتنا بعيدا عن الستريس والضغوطات قطعت بشي مرحله صعبه يمكن بحياتك وشو عملتي لتخطيتيها اكيد اكيد وتضلك هيك دائما اصلا بحس ما فيك عن جد تتقدمي بالحياه الا ليكون فتي بمشاكل وكل ما تكون مشاكل
اكثر كل ما تحسي حالك اتس تشالنج، يعني بتبلشي تفكري بطريقه اول شيء نيجاتيف، بس بعدين بتبلشي تفوتي بالبوزيتيف، بتبلشي تقولي لا بالعكس هيدا بوجهي لانه مشان حسن حالي، وبالعكس هيك بتصيري هابير. صدقوني لما بتصيري تتخطي هالمشاكل وتحطي هدف لحالك وبتتخطيه بتصيري بالعكس اكثر سعيده. واحلى شيء يمكن عم بياخذ وقت شوي، بس احلى شيء لما بلشي تفكري انه ما تخلي الناس ياثروا فيكي، انت من جوا بتبلشي تحكي مع حالك in a way، يعني عندك الانر فويس، بلشي تاخدي وتعطي مع حالك وتشوفي شو هو المنيح وشو العاطفي. تصالح مع الذات، هذا اللي كنت عم تحكيه. دائما بنقول انه الحياه هي حياه، دائما فيها مشاكل، صح. بس قد ايه نحن عندنا الاستعداد انه نواجهها، هذا بنختلف من شخص للثاني. وفي كثير اشياء يعني الواحد بيتحضر لحتى يواجه الحياه، بتبلش كيف بنفكر، كيف بنخترع الرياليتي تبعنا، لانه المشكل موجود، كل واحد بيشوفه بطريقه مختلفه عن الثاني، فكل ما نحن عم نشتغل على حالنا بنقدر نتكيف اكثر مع الحياه، وبعدين اتس اول اباوت تشويسز، يعني كل واحد بيختار شو بده يفكر، شو بده يحس تجاه شو عم بيصير حواليه. وقديش نحن التشويسز اللي بناخذها بيأثروا على مجرى حياتنا، يعني بركي ساشا وقت بلشت تشتغلي بالال بي سي لنفترض، تعرفتي على غير نوع من الناس، وهدول الناس فتحوا لك ابواب جديده، او يمكن تعرفتي على جوزك من خلال الال بي سي اور وات ايفر، عم بعطي بس اكزامبل، انه التشويسز اللي بناخذها بالحياه، اوقات بروح على جامعه معينه بتعرف على شخص معين، تفتح لك فرص يمكن، بس في ناس اوقات بضلهم بمطرح واحد بالكمفورت زون، بالكمفورت زون اللي دائما بنحكي عنها، وما بدهم يشوفوا شو الاوبشنز تبعهم، شو ما بياخذوا تشويسز. And we have to build choices. This is how we build muscles. The choices بيعطونا نطلع كل مرة شوي شوي out of the comfort zone and to be exposed لأشياء كتير حلوة. وأنا دائما بالكلاينتس بشتغل معهم بقول لهم at least بدكم يكون عندكم ثلاث choices. إنه choice واحد it's not a choice. Two choice is like white or black. It's like you're stuck. At least you start after number three. I have this and this and that. يعني ثلاث خيارات أفضل لنعرف من هونيك بنبلش، من هونيك بننطلق يعني. طيب نجدة، بظل هالتوتر اللي نحن عم نعيش فيه، شو التبس معقول تعطينا فيهم، تعطينا إياهم ونقدر نمشي فيهم؟ اكسبتنس، إنه وقت المشاكل تكون كثير صعبة علي وما فيني غيرها، ما عندي تشويسز، وقت عندي كثير ضغوطات بشغلي بحياتي ببيتي whatever، بوصل لمطرح انه بجرب كل شيء، اخر شغله اي سرندر اي اكسبت، ساعتها اوكي كنت في قناعه كثير اهون. وقتها اذا كل شيء وي ريزيست بيرسيست، اذا بضلني بدي اقول بدي ظبط هيدي العلاقه مع جوزي، بدي ظبط هالعلاقه مع صاحبتي، بدي ظبط مع المادر ان لولا نفترض هدول، ما هي اذا بدها تظبيط لا بدها تصليح كل اللي بدك تشتغلي عليه، ما في شيء بيجي هيك لانه والله قررت انا انه يكون وجهي هيك او شعري هيك، كله بده شغل، بده قرار يمكن بالاول، وشجاعه يعني اكزاكتلي انه في اكسبتنس، بعدين في تو بي جريتفول. قديش من الناس مثلا اوقات انا بكون عم بتسمع بيبقى عندهم كثير اشياء حلوه وعم بينتقدوا انه شعراتهم مش طوال كفايه او وات ايفر، نصحوا نص جرام، انه يعني هيدي الشغلة الصغيرة بتعطينا يمكن هيك ستريس، بتضيف هيدا وما بنشوف الأشياء الحلوة، يمكن هي شغلة صغيرة قدام الأشياء الحلوة اللي عندنا. هيدي مثلا ستيب حلوة، إذا بكل يوم بنبلش نهارنا بجراتيتيود ليست وبنخلص بجراتيتيود ليست، دغري يو انتر ديفرنت باثويز إن يور برين. إنه إذا كنت يور ستك إن فير، شو بده يصير وليش هيك وليش هيك، I'm planning everything and I want to control everything، ما مش ممكن تقدر تعمل كنترول على كل شيء، لانه بالحياه في certainty and في uncertainty. When I'm grateful it doesn't matter، واذا كل شيء انا بدي اكون in control of every situation it's not fun. سونيا، قديش يمكن من طبيعه عملك وطبيعه شغلك يمكن بس تقومي بورشه عمل ناجحه بتحسي حالك نجحتي بهالمحل ووصلتي كمان لمرحله بتضلك تشتغلي على حالك، ما بتقولي انه اكتفيت حققت اللي بدي اياه؟ اي اكيد. لما كنا عم بعمل ورشات عمل هو اهم شيء انه شوف انه نتيجه، انه حتى لو من بعد يومين ثلاثه حكوني وقالوا لي كثير استفدت من هالشيء، او حتى لو بشوف وجههم انه اوف ما كنت عارف في هيك، شوف هني تغييرات في هون، وانا بحس حالي انه عم بتعلم منهم، حتى لو بيكون في شيء سلبي بتعلم منه. بدنا ناخذ ونعطي بالحياه، نقول معلي سلبي باد فيدباك، ذس از بالعكس هذا شيء كثير حلو لإلي انا لقيت
طور حالي، طور ذاتي، وكون كمان واعيه على الاشياء اللي عم بعمله. يمكن ما اكون واعيه، هن فيقوني يمكن. بعدين ما لازم ناخذ كل شيء بيرسونلي، مضبوط سونيا؟ لانه نحن اوقات مثلا انا بيجيني حدا عم بشتغل معه بقول انه تقال الدم ما بعرف كيفاش، بعدين وين اي put my personal story على جنب and I connect with them، بحكي معهم من القلب، بقدر افهم شو هن من وين جايين و their map of the world، لانه كل واحد عنده خريطة على العالم نحن ما فينا نفهمها، ما فينا نفهم ليش هالشخص عم يتصرف هيك الا اذا ما نفهم شو الماب اوف ذا اوف ذير وورلد. بعدين وقتها بتيجي من القلب كله بيروح، انه وقتها يفتحوا هن كمان تريحيهم وتخبريهم انه انت كمان يو دونت نو ايفري ثينج اند يور فولنربل، ذي اوبن اب اند ذن ذي ونت تو شير اند وير اول ان ذيس توجذر. كلنا عنا على هالطريق، وكلنا مثل ما قلتي سونيا انه نحن بنتساعد وبنتعلم من بعضنا. قد ايه انت بتتعلمي من اولادك؟ ما بعرف اذا عندك اولاد. انه انا مثلا جد بعد ما لقيت شريك عندي ابن اخت يعني مثلا انا بالاكسبكتيشن قديش مثلا من نحن وي جو، مثلا انا بجي على ميتنج وعندي اكسبكتيشن اي ونت اند ذات، عندك توقعات معينه، ما بعرف اذا توقعات هي الكلمه، اذا مثلا انا عم بشتغل مع حدا عندي اكسبكتيشن، انا مع ابني مثلا انه بعرف انه الصبح بده يفقع لي قلبي ليلبس ثيابه ويروح على المدرسه، هدول الاكسبكتيشن تبعي واتحطهم على جنب لانه بتصير سيلف بروفيسي، انه سيلف فولفيلينج بروفيسي. اذا انا بقول هلا بده يعذبني ليلبس ثيابه ليروح على المدرسه، بيعذبني افري مينت. بس هون نازله، هون في تعارض بالفكره، لانه بنقول هاي اكسبكتيشنز، اذا بنحط كثير توقعات عاليه معقول ننصدم ونزعل ونتضايق، ومن جهه ثانيه كمان بيقولوا انه اذا بتحطي اكسبكتيشنز واطيه او ما بالعكس، اذا بتحطي هاي اكسبكتيشنز وصار معك الشيء المعاكس هذا الشيء هلا في فرق بين الجولز والدريمز والاكسبكتيشن. جولز اند دريمز قد ما بدك كبريون وقد يكوني هيك بولد او الاحلام، ويعني مثلا انا ببدلك بفكر دغري كيف بدي اصير بهوليوود بركي، بس الاكسبكتيشن مثلا انا بس لفسر في قصه ابني، اذا بفوت لعنده الصبح وبعرف انه انا هلا بده يعذبني كل مره بيعذبني، وقت احط الايجو تبعي والاكسبكتيشن تبعي على جنب وخليه اقول له انه اتس جيم، يلا خلينا نشوف مين بده يلعب، التعاطي معه للولد بيختلف، مين بده يفرش اسنانه اسرع. اتس نوت، ما عم نعمل لك حرب انا وياه، بقى صار انه اوكي اتس ا ديفرنت ستراتيجي، وحطيت الاكسبكتيشن تبعي على جنب، انه دائما بفوت على ميتنج مع اكسبكتيشن زيرو، بس الانتنشن تبعي دائما ام فيري بارتيكولر اباوت ات، انه بكل شغله بعملها واتس ماي انتنشن فور توداي، ماي انتنشن فور توداي از بلا 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 بلا، وبخليهم يكونوا كثير كتار وواضحين، اهم شيء الوضوح. وبتقدري تعمليهم يعني exactly. مش انه مستحيل انك تنفذيهم وتحققيهم. سونيا اي هدف معين يمكن للسنه الجديده هلا حاطتيه ببالك؟ كنا عم نحكي قبل انه يكون في دورات يمكن بعد اكثر، ورشات عمل حيكونوا اكثر. هلا بس بدي زيد انه امباثي اللي هي تعاطف مع الشخص كثير مهم، يعني مثل ابنك مثلا تحطي حالك محله، انه ولد صغير 6 سنين او 7 سنين شو بده؟ يو نو نحن مرات بننسي هالشيء، بنبلش نفكر بحالنا نحن كيف بنفكر، سو ديفنتلي هاي طريقه حلوه. وستيب سوري بس نحن على نفس ايش بيقولوا على نفس الطريق. مثلا شغله صغيره، مثلا اوقات انا بكون عم بحكي مع ابني وجلبس كعب العالي وعم بحكي وهو عم يطلع فيه انه او ماي جاد، بس وقت انزل جاست اني انزل على مستوى على نفس الليفل دغري الديناميك بيتغير. هلا هون نجلة عم نحكي عن سوري عن الابن والام، بس مرات اذا ما بدنا نعمل كنترول كثير على تصرفاتنا وبدنا اللي بنحسه نعمله، ما بعرف اذا هذا الشيء بياثر على الاتيكيت او بيتعارض مع الاتيكيت. اكيد اذا انا جاي على بالي سب، جاي على بالي سب بس ما بيصير سب، حاسه بدك ما تفشي بس كنت او على بالي انبسط بطريقه معينه ما بدي، بس سونيا قبل كنت بدها تجاوب على السؤال. يلا اوكي هيدي بارت اوف ذا اتيكيت كمان. اكيد في عندي كثير بلانات للورك شوبس وحيكونوا اكثر شيء يعني
الجول تبعهم هو او هدفهم هو اكثر للليدر، يعني كيف نعمل ليدر، كيف قلتي للسياسيين صح؟ سياسيين. وكمان بتعرفي شو يعني، انا مره بتذكر كنت عم بعمل ورشه عمال وسالتهم اعطوني اكزامبل، اول ما بلشت اعطوني اكزامبل مين هو الليدر اللي براسكم انتم بتحسوه انه ليدر، كثير منهم حطوا لي بيهم انه كمان الليدر ما ضروري يكون واحد عنده مركز سلطه او اكزاكتلي، ما ضروري انه الشخص كيف لازم يكون كليدر بالحياه مع الاشخاص بعائلته كمان كثير مهم. سو اكيد كثير حفوت اكثر بقصه الليدر، ويمكن كمان بتساعدنا نحن بلبنان وبالبلاد العربيه اكيد. طب نجله عملنا كل شيء، حصلنا حالنا، ظبطنا هيك البيئه او المكان اللي نحن عايشين فيه، بس يمكن منروح كثير بنفكر بالاخرين، ننسى حالنا كمان انه نهتم بحالنا بشكلنا. كنا عم نشوف السليبرتيز يعني باي عمر بيبقوا هالقد مهتمين بحالهم، صح؟ مش كل شيء يعني بالقدره الماديه. في تيبس يمكن معين كثير بسيطه بتعطينا هالبوست من جوا ومن برا كمان، يعني يمكن حوالك البوست تبعك كثير ماشي هذا لانه انت موجوده اليوم ما فينا نكون داون. هن 2 سنتيمتر الديفرنس بين النجاح والفشل اوقات، يعني ما ضروري الاشياء اللي بدنا نعملها تكون هيوج، عرفتي؟ اوقات اذا عندي الفاليوز كيف حاطينهم، مثلا انا كانت اهم شيء لإلي الفاليو نمبر 1 ماي فاميلي، كنت اترك حالي لو اخر شيء انا، غيرت شوي بالبوزيشن تبع الفاليو، صرت ماي هيلث اند ماي فيتاليتي كمز فيرست. اوكي، بس هالتغيير الصغير، هدول كلهم تيبس بالكوتشنج بنتعلمهم، غيرت كثير اشياء بحياتي وصرت اقدر اعطي احسن لعائلتي، لانه انا قبل ما احكي مع حي الله حدا لازم اعمل يوجا وميديتيشن واعمل مثل ما عملت قبل ما تفوت على الاستوديو، دائما عندها طقوس معينه رجله بتعملها. I work on my state, on my mind, on my physical emotions, كل الكومبينيشن اوف everything. فوقت انا اهتم ماي هيلث اند ماي فيتاليتي بقدر اعطي كثير منيح لعائلتي، and then I come from a place of عندي كومباشن، بفهم الشخص الثاني شو بده، بفهم بحس مع الشخص الثاني بس انا بجي اول شيء، يعني انا بهتم بحالي وبقدر اعطي اكثر، لانه في ناس خصوصا نحن الاميات يعني بنحس بنفكر انه وي هاف تو بي ا فيكتيم، اتس نوت رايت، انه تيك كير اوف يور سيلف، انت بالاخر الطريق اولادك رح يعملوا لك موديلينج لإلك، بدك اولادك يكونوا كمان فيكتيم ولا بدك يكونوا ضحايا ولا بدك اياهم يكونوا ناجحين بحياتهم؟ فوقت انا عم بشتغل على حالي مش معناتها عم كون سيلفش، بالعكس عم بعطي احسن مثل لاولادي وللمجتمع تبعي وللناس اللي حوالي، لكون انسبيريشنال فور ذيم، مش انه اه اتس اوكي ام ا فيكتيم، كل الناس بتكون فيكتيم، اهون شيء تكون فيكتيم. يعني سونيا من هون قد ايه مهم نحافظ على البيرسونال ايمج وقد ايه بتاثر على الاخرين وعلى نظرتهم لنا؟ كثير مهم، ما هو كمان هو بارت من تيكينج كير اوف يور سيلف، انه تنتبه على حالك. البيرسونال ايمج في كثير ناس مثلا بيقولوا لي ايمج كونسلتنت يعني اكيد المظهر، لا، الايمج كونسلتنت هو او الايمج هو بيتكون من ثلاث عوامل. اوكي، فينا نبلش نشوف صور يلا بنعلق عليهم. اوكي، الابييرنس الاي يلي هي الاي وهي اي بي سي، الاي الابييرنس كيف شكله، كثير المظهر اكيد كثير مهم للايمج لكيف الناس بيشوفوك كصوره. اوكي، في عندنا صوره ثانيه كمان بتفرجيك ايمج، اذا بدكم تمشون لانه انا ما كثير حاحكي عن الصور بس حاحكي عن شو هو الايمج. اوكي، الابييرنس اللي هي الاي مظهر، كثير بياثر الشخص لما بيطلع فيك وبيشوف شكلك او شو لابس، فيرست امبريشن ديفينتلي، اول 30 ثانيه عمل عنك امبريشن، هالامبريشن بتاخذ وقت لحتى يرجع يغير رايه. ثاني شيء البي البيهيفير اللي هي نوع من كمان اكيد، والسلوك هي الاتيكيت وحده منهم، صح؟ اوكي، كيف انا بتصرف مع الناس، كيف انا سلوكي مع الاشخاص، كيف مثلا لما اروح على بلد كيف لازم اعرف هونيك السلوك، كيف كمان ثقافتهم. سو كثير مهمه كمان هيدي، بتفرجي انه انا قد ايه بحترم. اوكي، البي البيهيفير الاحترام. اوكي، ثالث شيء السي اللي هي الكوميونيكيشن، تواصل مع الاشخاص،
فيها تكون بالبودي لانجويج بلغه الجسد، فيها تكون بنبره الصوت حتى، اوكي، وفيها الابتسامه. برافو، ديفنتلي هيدي لغه الجسد. اهم شيء يعني ما بعرف الناس ليه ما بيستعملوها. ديفنتلي 100%. وثالث شيء كمان الكتيبه، يعني مثلا انا بكتب شيء على السوشيال ميديا هون حياخذوا عني صوره فكرة. حتى لو ما تكون مضبوطه، اوكي. وزيت الشيء بنبره الصوت، يمكن فيك انت كون انا عم حارب مع شخص ثاني، بلدين عم بحاربوا، بس اذا في احترام طريقة الحكي وطريقة نبرة الصوت يمكن يقدروا يوصلوا لشيء، يو نو. هي كمان قصة الفايلنس بالصوت وبالحكي ايه. بالكلام كثير كثير مهمة. بيقولوا وقت نحكي اوقات 7% بنوصل المسج بالحكي والبقوي بالتوناليتي والبادي لانجوج تبعنا. كرمال هيك اوقات في ناس بيروحوا بيعملوا ورك شوبس بلغه ما بيفهموها، بس they got it all لانه البادي لانجوج تبع السبيكر بتاثر. بما انه عم نحكي كمان عن هالشيء واهميته بالنسبه للمشاهير، مين من المشاهير بلكي بنحكي وبنعطي امثله سونيا اللي نجح بالبيرسونال ايمج الخاصه فيه ونسى يمكن المتابعينه الصوره السابقه اللي مش كثير كانت موفقه وناجحه؟ اكيد في ثلاثه، في بنرجع على الاي بي سي، الابيرنس المظهر، مين نجح؟ بتطلع على ليدي غاغا وبتطلع على امل كلوني. اوكي علم الدين كلوني، خلينا نخلي اللبناني فيها. بتطلع عليهم اثنيناتهم، شوف مين النجح هون. الابيرنس تبع ليدي غاغا اوكي انه بدها تعمل صدمه، بس أوكي. انا لالي ما نجحت لانه ما وصلت المسج تبعها، شو هي البيرسونال ايمج تبعها، شو هو البراند تبعها، ما وصلت لي اياه، انا بعتقد انه ما نجحت. امل بالعكس هون فرجت قد ايه، فرجت شو بدها تفرجي، يلي هو مهنيه انيقه شارب سمارت انيقه اكزاكتلي وجديه، يعني فرجت بتيابها وطريقه لبسها قد ايه هي عن جد هالاشياء، وعكست طبيعه شغلها طبيعه عملها كمان، يعني نجحت بهالامبريشن او بهاللوك 100%. شوفي حتى لو ما حكت الكوميونيكيشن تواصل بتيابها اعطتني كل شيء، مثل ما قلتي كيف تستعمل السوشيال ميديا تبعها، شيز كونسيستنت بكل شيء بتعمله. صح. اكيد كيف بتبين، وهي ما كان عندها هيدي الاطلاله الكثير حلوه والاناقه قبل ما تتزوج، يعني غيرت دغري وطلعت هي شغلت السوشيال ميديا. هي كانت انيقه قبل أنيقة محمية، بس كل اللبنانيات شاطرين. هي كانت كوبريت أكثر، يعني أكثر لأنها محامية وسيريوس، والألوان اللي بيلبسوها بإنجلند، أنا كنت محامية قبل بإنجلند، بيلبسوا أسود وبيلبسوا دارك بلو، سو بدك كمان تشوفي تلحقي لأنه ما فيك تفوتي على الكورت. بس هي استفادت لما صاروا الأضواء عليها، استفادت إنه تكون أنيقة بذات الوقت ترندي يعني على الموضة. يس منشان هيك أخذت أكيد أكيد، وبعدين وراها جورج كلوني يعني معلي. سوري يعني. سوري يعني. هلا ثاني شيء البيهيفير، في عندنا قصه انجلينا جولي ولينزي لوهان. اوكي انجلينا جولي كانت، في كثير ناس يمكن ما بيتذكروا هالشيء، بس شي واز ا باد جيرل، كانت عن جد عندها ايمج باد جيرل، يعني كانت تعمل كل شيء غلط بحياتها، مشاغبه مشاغبه كبيره كانت بالبيهيفير، بالبيهيفير تبعها، بتصرفاتها، ببلشت تفكر انه لا لازم روح على هالجهه. شو اللي بخلي هالشخص او هالسليبرتي يتغير؟ يعني يكون شخص يكون شخص هالقد غير لائق يمكن بتصرفاته، فجاه يصير ليدر، يصير كمان قدوه لانه الصوره تبعيتك هيك بدك الناس يشوفوك. يمكن انت ما بدك ترضي الناس، بس انت بدك تعرفي انت كيف توصلي المسج تبع الايمج تبعك، انت بدك الناس يشوفوك بهالطريقه، اذا شافت حالها يمكن وطلعت وقالت لا هيدا مش الايمج اللي بدي اياه انا، اوكي في عندي اشياء مثل ما قلنا بكون عندك مشاكل، بلشي تحطي هدف بحياتك، تشويسز، تشوفي شو بدي بالحياه، هون بيصير في مثل تيرنينج بوينت سونيا، بس هون تحول، بس هون هي بتكون منا راضيه عن تصرفاتها وبتقرر تغير، او فجاه بتحس انه بيكون اوقات امبالسيف انه بعمل هيك لانه بحس حالي انه هيك برتاح او هيك بحب اعمل، بعدين بتغير. مثلا اذا هي قررت انه بدها تصير هالقد مشهوره، شفتي كيف صار عندها شيفت، صارت ناجحه اكثر، صارت عم تطلع مصاري اكثر، صارت عم تشترك بفلومه اكثر، شي اتراكتد سم وان مثل جوزها، انه كل حياتها تغيرت، اكيد اشتغلت على حالها من جوا وصار عندها كونسيستنسي بالبراند بالستوري تبعها، بنفس الشيء كله صار نفس الشيء، صرت بس تشوفيها كيف تلبس، كيف تتصرف، كيف هاو شي موف، كله نفس الشيء نفس الشيء اكزاكتلي. وهون بدي اقول انه الوعي، يمكن وعيت، لانه كثير مرات بنكون نحن عن جد عم نعمل اشياء او عم نلبس او عم نحكي او عم نتصرف بطريقه او حتى عم نتواصل مع ناس بس مش واعيين، لما نشوف الرياكشن تبع غيرنا
كيف عم يتصرفوا معنا بنصير نفكر ليه ليه عم يفرجوا هيك. قبل ما نروح على بريك سونيا في لينسي لوهان كنت بتحكي لينسي لوهان كانت الباد جيرل وما رجعت مشي حالها بعدها الباد جيرل هاي المشكله. والكوميونيكيشن اخر شيء بس كويكلي شخص مثل اوباما وبوش بريسيدنت اوباما حتى لما ربح الالكشنز وبعد ما فات يعني بعد ما فرجى شو في يعمل اعطوه نوبل بيس برايز. شفتي قد التواصل تبعه بياثر اثر على الناس خليهم يشوفوا قد هو جدي وبيوثقوا فيه. بوش بتعرفي بكلامه وبطريقه تصرفاته فرجينا انه ما منه شخص يلي فيك يعني تحسيه انه جد تمثلي فيه بالضبط. سو الكثير مهم كمان بالبيرسونال ايمج او بالايمج تبعنا انه نحن نكون واعيين على شو عم نعمل ولما نوعى على شو عم نعمل نتطور حالنا نطور الذات يو نو بطريقتنا ميبي بتيبنا ميبي بتصرفاتنا واكيد اخر شيء بالتواصل تبعنا مع الناس لانه اخر شيء هيدي رساله عم نجرب نوصلها للشخص يلي عم نحكي معه. صح. شو طيب يلا سونيا شكرا لحضورك معنا يعني يمكن منسجمين نحن بالحديث انا بعد عندي كثير اسئله براسي على كل حال بس زهمنا الوقت. بنشوفك نكست ويك نجلة مسافره ولا باقي؟ لا رح كون معكم فور نكست ويك نكست ويك. يلا جود ميت اهلا وسهلا نكسب شوفتك كمان بعد مره. ثانك يو على كل التبس نجلة شكرا لحضورك معنا. دعي قليل مع الاعلان وبنرجع بنتابع بقيه فقرات ببيروت وبعد الفاصل فقره طبيه مع ضيفتنا اختصاصية التغذية لانا عريسي وأيضا طبيب مختص كيف ممكن نحارب الأمراض أو المشاكل ممكن تسبب أمراض قلبية فتابعونا بعد هالفاصل. متابعين بفقرات ببيروت ولما نحكي عن مشاكل القلب الموضوع على طول بتفكيرنا بيتعلق بالتغذيه، لهيك اليوم رح نطرح الموضوع من الشقين، الشق الغذائي وحتى الشق الطبي، وبنرحب بالاخصائي بامراض القلب دكتور زياد كريدي، اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا. وكمان لانا بنرجع بنحييكي عن جديد. هاي. دكتور مشاكل القلب قد هي مرتبطه بالتغذيه وبنمط حياه المريض؟ اول شيء بنمسيكم. اهلا وسهلا. الشغله الثانيه معروف انه امراض القلب والشرايين اليوم هو يعني يشكل اكبر نسبه وفيات بالعالم معروف، وانه اليوم في حوالي 17 مليون وفيه كل سنه بامراض القلب والشرايين، يعني تقريبا 9 ملايين منهم ذبحات قلبيه. نعم. و6 ملايين جلطات دماغيه، وبنعرف انه الضغط احد الاسباب الرئيسيه لهالشيء. نعم. يعني بالعالم اليوم في 9 ملايين حوالي 9 ملايين وفيه من نتيجه ضغط الدم المرتفع. هلا هيدا بشكل عام رح نفوت بالديتاي. هلا الامراض القلب والشرايين لها علاقه بالاكل ولها علاقه، يعني نحن بنفوتها ضمن مفهوم جديد اسمه لي مالادي دو سيفيليزاسيون او امراض اللي لها علاقه بالحضاره والتمدن. انا هيك حابب احكي لكم قصه صغيره لنعمل بتيت كومبار يعني تشابه مقارنه. بعدني عم بحكيها لمدام لينا انه انا تعبان وحبيت ارتاح، قمت اخذت قرار اطلع لمحل ارتاح فيه. وواحد طلعت على منطقه في رجل كبير بالعمر عمره شي 75 سنه، رحت لعنده لارتاح لي كم يوم. فتشت عليه لقيته قاعد بشجره عم بيقطف فواكه. نزل استقبلني وكل شيء وقعدت عنده ثلاث اربع ايام، هالثلاث اربع ايام صرت اكل معه من الاكل اللي عنده. من الارض يعني؟ من الارض، عنده بقره، عنده دجاج، عنده فواكه خضره والى اخره. وارتحت، نشطت. وبدي روح اكيد تارك لي شوية موني مثل ما بيقولوا، بده يعطيني اياها، فتحنا الصندوق وانا كمان جايب له شوية كادويات، شو فيها الكادويات؟ يعني شوية أكل شوكولا وبسكوي معلبات فاست فود كرواسونات وهيدا، وخليت له اياهم، وهو أعطاني اللي عنده. هلا بعد ثلاث أربع أشهر تلفنت، بقول بدي أطلع لعنده، طلعت
فتشت عليه ما لقيته، وين هو؟ قال بالبيت. رحت على البيت لقيته ملقح مش قادر يتحرك، مفاصله بيوجعوه، حساسيه، التهابات. قال جاب حكيم القلب لانه شرايينه. لك شو بك؟ قال ما طعم الاكل تاعك اللي اكلته وصلني لهون. يعني هلا هيدي هالكومباريزون اللي عم نعملها، يعني المقصود انه جدودنا يمكن كان ما كانوا يعانوا من هالامراض كلها اللي عم نسمعها اليوم، حتى البدانه اصبحت مرض العصر وكل التفاصيل. بس دكتور اليوم نحن هالغذائنا مثل الفاست فود، كل هالمأكولات قد ايه صارت عم بتاثر وتسبب مشاكل منا البدانه، منا امراض القلب، الضغط المرتفع، السكري؟ كطبيب قد ايه عم بتشوف هيك حالات كمان؟ مزبوط، لانه اذا بتشوفي امراض القلب والشرايين اليوم اللي هي تصلب الشرايين، اللي هي السكري، صح، اللي هي الـ الـ الوزن سوربوا، الوزن الزايد، واللي هو النصاحه، كلياتها بتشوفي مربوطه يعني ديريكتومو بشو؟ بالاكل، بالاكل. الاكل شو صاير اليوم؟ كانوا مثلا من زمان زيت الزيتون يصنعوه على البارد، اليوم صار كله تصنيع معامل ومصانع، وتحول هالمواد عم تتحول بالهدرجة لمواد نافعة بتصير مواد غير نافعة، وهالمواد الغير نافعة عم تهجم على الشرايين وعم بتسكرون بتسدون. يعني ما رح نحكي هلا، في معنا اخصائية الله يخليها شطورة كثير وبهالامور تعريف، فيها شوي تحكينا عن هالأكل الغذائي الأكل، وأنا إذا بتحبوا برجع بكمل لأنه كمان في أمور متعلقة ببعض. تفضلي لانا، شو يعني ذكر الحكيم أنه قد في علاقة بين جهاز الهضم وأمراض القلب، وأيضا قد الأكل الصحي بيفيد وبيقلل من التعرض للأمراض. خلينا نحكي على الأنواع الأساسية. أوكي، نحن اليوم بلشنا شوي حلقتنا من قبل دكتور، اللي كنت عم بتقوله كثير حلو مظبوط 100%، وانا حكفي بس من الشق الغذائي اذا بتسمح لي. يا اهلا. كنا عم نحكي بالفعل يعني اكثر شيء بتكون امراض العصر هي امراض القلب والضغط المرتفع والسكري. هلا اكثر شيء عم بياثر على امراض القلب هي المأكولات. هلا نحن حنحكي شوي عن الكوليسترول. الكوليسترول 75% منه هو بيصنعه الكبد، انت 25% جاي من الدايت، بس هالقد الدايت صار غلط. يعني انتم عم تحكوا عن الفاست فود، شو اذا نحن بدنا نجيب الفاست فود شو في بقلبه؟ مثل ما قال، في بقلبه الدهون المشبعه اللي هي بتؤدي للكوليسترول، واللي اسوء من الدهون المشبعه هي ترانس فاتي اسيدز. شو هن ترانس فاتي اسيدز؟ هن زيوت، بالاصل هن كانوا زيوت، وش بيكونوا عادة عاليين بالمونو انساتشوريتد، ممكن انه يكونوا نافعين، بيتهدرجوا بارشلي جزئيا حتى يصيروا مثل السمنه على حراره الاوضه. هيدول كمان اخطارهم بعد كثير اكثر من الساتشوريتد فات اللي هن الدهون المشبعه. هلا الكوليسترول او صحه القلب لها في كثير عوامل، منها عوامل اكيد الغذاء هي كمان كثير مهمه، عامل الثاني هي العمر، عامل الثالث كمان لايف ستايل، يعني غير الغذاء لايف ستايل، التدخين، الحركه الرياضيه، اكيد بعد عمر معين الجندر، يعني النساء هن محاطين بحمايه لحديت تقريبا عمر الخمسين بعمر الانجاب، بعد عمر الانجاب بصير اكثر معرضين لامراض القلب للكوليسترول. نعم. اوكي دكتور، طبيا ذكرت هالارشادات وهالمعلومات كلها من ضمن كتاب، شو اللي ركزت يعني شو العناوين اللي ركزت عليها بهالكتاب ولتفيد القارئ اكثر بامراض القلب؟ يعني شو النصيحه اللي بتنصحوا فيها للمريض او النصائح؟ هلا نحن يعني عبر الاف السنين من التطور الانسان تعود على نمط حياه معين، يعني مثل ما بيقولوا اجدادنا شو كانوا ياكلوا؟ كانوا ياكلوا اكل موسمي، كانوا ياكلوا اكل طازه، وكانوا ياكلوا بروتينات، يعني في كنا نسميه عصر القطاف الصياد. هيدا يفيق على بكره يروح على البريه، شو يطلع معه يجيبه على البيت وياكله يكون تعب شوي، والبروتينات، واهم شيء البروتينات مثل ما تفضلت وحكيت لانا وهالبروتينات بتتحول بالجسم لمواد جسمنا بحاجه لها، لو ما كان يفرز انسولين كثير الا عند الحاجه. هلا جينا نحن اليوم صار في الكهرباء، صار في البراد، بتفتح البراد
بفيق هالإنسان على بكرة خاصة الأطفال شو بيعملوا؟ بيبدوا بالكرواسون، بيبدوا بالنسكافيه، بيبدوا بكل هالأكل اللي كله نشويات. وهيدول النشويات لما بفوتوا على الجسم شو بيعملوا؟ بيعلوا السكر بالدم، بينجبر البنكرياس يفرز انسولين، ولحي على انسولين، الانسولين ما بقى فيه، بصير الانسولين لما بزيد بالجسم بيعمل مشاكل ثانيه، لانه بيشارك مثل ما تفضلت وقالت كمان بتحويل المواد الثانيه كانت دهنيات او سكريات، وتبدا المشاكل. ومن هون وجسمنا مش معود على هالشيء، لانه عبر الاف السنين من التطور تفاجأ بهالخمسين سنه الجديده شو عم تعملوا فيي. من هون لما عملت الكتاب انا، هيدا الكتاب بيحكي عن هالامور كلياتها، بيقول كيف كانوا يعيشوا من زمان كيف اليوم، واكيد حكينا عن الجهاز الهضمي بشكل كتير مفصل، انه هاللقمه اللي بناكلها كيف اخره النهار بدها تفوت لتوصل على الكبد، لتوصل الكبد. هون الاخصائيه بتحكي بالتفاصيل. ومن ثم الاكتشافات الجديده المتطوره اكتشفت اشياء مذهله بالجسم، اتضح انه ببطننا بالانتستان في عنا جهاز عصبي اسمه سيستيم نيرفو اونتيريك. هذا الجهاز العصبي المعوي فيه 300 مليون نيرون، وهدول بيعملوا يعني الكومونيك، يعني بيحكوا مع الدماغ، في محاكاه، في سريه، في 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 بيوصلوا المعلومات اللي بدهم اياها. دوم في عنا نحن عقل تاني بيتحكم باحاسيسنا وعواطفنا موجود ببطننا. نعم. وفي عنا باردون كمان ماده اللي هي كثير مهمه اللي اسمها السيروتونين، اللي هي هذا بسموه هرمون السعاده، كمان جوا موجود وهذا بينحكى عنه كثير. صحيح. يعني لانا بخلال حديث الدكتور يمكن اخذنا الى الشق الغذائي اكثر من الطبي، يعني هالقد الغذاء له علاقه بامراض القلب. طب اليوم ذكرتي نقطه كثير مهمه وهي الرياضه بالنسبه اكيد لمكان لمريض القلب او اللي عنده استعداد لامراض قلبيه. قديش مهمه الرياضه بحياه اي شخص وبتنصحي فيها كمان للبيشنت؟ اكيد رياضه مش كليشيه، مش اذا انا بدي اضعف بروح بعمل رياضه سيشن رياضه وبرجع بوقف. الرياضه بدها تكون بحياتنا اليوميه، وهن منا مضطرين انه نروح على نادي رياضي لنكون عم نعمل رياضه. الرياضه هي فيها تكون بالبيت، الانسان يعمل تمارين رياضيه مثل هلا حنشوفها على الارض، او مثلا يطلع دراج، يصف سيارته بعيد، يروح على شغله او عمله مشي. يعني الرياضه هي حركه الجسديه النديد، ليفل اوف اكتيفيتي جديد، ما انه يروح يعمل كيف هلا ما حيحبوني ابدا النوادي الرياضيه، بس يزيد من حركته الرياضيه حتى بدون ما يكون قاعد بنادي. يعني مش انا عامله دايت باكل صحي، مش انا عامله دايت بروح بعمل رياضه، لا، هيدا بده يكون لايف ستايل، هيدا اللي كنا بدنا نحكي عنه والدكتور اكيد كمان هو اللي بده يقول عنه، والبالانس بالحياه بين الرياضه وكميه الاكل اللي هو عم بياكلها اللي عم بيتناولها. بضيافتنا مدربه الرياضيه روان نصر الدين. روان اهلا وسهلا فيك، جاهزة للستبس؟ دايما روان ردي. روان عم نحكي عن أمراض القلب وقديش في ناس يمكن بتعاني من أمراض جسدية، قديش الرياضة اليوم بتنصح فيها؟ هلا أكيد كل شيء رياضة مثل ما كانوا عم يحكوا بتزيد يمكن من نبضات القلب، بتخوف هالشيء خاصة إذا ما كان مراقب أو كنترولد. ويمكن أزبط طريقة عم نحكي عنهم الأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي أو مهددين بكوليسترول عالي أو ضغط أو دم أو سكري عالي، يمكن منخاف نفرجيهم نفوتهم برياضة شوي كارديو، يعني اللي فيها لهت كتير اللي هي بس عبارة عن كارديو، يعني اللي بيطلع فيها الهارت ريت، نبض القلب بيطلع كثير. سو يمكن هون اضبط شيء نحكي يمكن عن البيلاتس، هيك انا مختصه بالبيلاتس. اوكي، قديش هي رياضه بتشغل كل الجسم، وكنا عم نحكي نحن خلف الكواليس عم تقول لي مش معقول شو ضعفانه روان، قلت لها اكزاكتلي اتس لايف ستايل، اتس نوت الواحد يعمل دايت از ماتش از الواحد بيكون عنده تيبس معينين بحياته، مثل ما قالت الهيلثي لايف ستايل، يعني الواحد يعمل سبور بس مش ضروري يعمل ويموت وعم يعمل سبور، في يعمل صح. سبورت تو ميديوم تو هارد بس من دون ما يكون عم يعرق او عم يلهث، وفي يعمل اكيد التبس اللي قالتنا عنها لانا اكيد. اوكي، شو الحركات اللي رح نشوفها للاشخاص حتى ما يتعبوا كثير القلب او تتسارع يعني نبضات القلب؟ هدول الحركات مفيده. سو مثل ما بنحكي نحن على طول عن بيلاتس، هو على طول بلشت على المتلا
دونك على المتلا. فينا نبلش نشغل اكيد اهم شيء الكور اللي هي عضله البطن، بس الكور كمان هي عضله الظهر. للاشخاص اللي هن بيجنر بنبلش فيهم هاف واي، بننزل فيها قد ما فينا نص المسافه، لان في اشخاص اذا نزلوا لتحت على الارض ما فيهم يرجعوا يطلعوا. دونك بنحاول نبلش قد ما فينا، واهم شيء يكون في انهيل اند اكسهيل، يعني انهيل فوت الاكسجين، فوت الاكسجين رجع عمليه التنفس، يعني نطلع الاكسجين برا، لانه كل ما بنستعمل الهواء بتنفسنا كل ما بنساعد العضلات يبلشوا يشتغلوا معنا. هيدي كليفل 1 للاشخاص اللي هن مبتدئين. اذا ما ننزل لليفل 2 وهن كمان بينزلوا شوي شوي، كل عضلات البطن هي اللي عم تشتغل. اكسهيل بنطلع الهواء وبنبلش نطلع شوي شوي قد ما فينا، بنشغل عضلات بطننا، ما بتطلع من كتفي ما بتطلع من رقبتي. اكسهيل اند سلولي بتطلع شوي 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 قد ما فينا and stretch. بيلاتس بتشوفوها هي كثير عبارة عن toning exercises، يعني بتقوي العضلات بس نفس الوقت بتخليهم to stretch، منطولهم للعضلات قد ما فينا. إذا بدنا نحن نحكي لليفل 3 اللي هو more advanced، أكيد we extend، منشد كل عضلات جسمنا، منخليهم يشتغلوا معنا بكل حركاتنا. I inhale قد ما فينا بكون ضابة عضلة بطني، I exhale and I stretch forward، وبحاول قد ما فيني قد ما فيني stretch the back، بحاول قد ما فيني كل الوقت we try to نشغل عضلات ظهرنا بنفس الوقت وبطننا بنفس الوقت، عم نطولهم قد ما فينا. سو هيدي مثلا اذا بدكم بس لنبلش بتليين الجسم، بعدين فينا نضلنا على الارض نروح على الكريس كروس. كريس كروس اكسرسايزز اكيد كثير مهم نعرف انه ظهرنا على طول على الارض، على طول بطننا هو اللي عم بيشتغل، رقبتنا ما بتكون هيك على طول عم نشتغل. فينا نمشي قد ما فينا نفتح اجرينا. هلا يمكن الاشخاص البيجنر المبتدئين ما بيقدروا يفتحوا اجرهم، فيهم ينزلوها هاف واي يبلشوا يشتغلوا بهالطريقه كليفل 1 يعني للمبتدئين. ليفل 2 بيفتحوها اكثر، ليفل 3 بيفتحوها اند ذي كان جو داون، بينزلوا قد ما فيهم بيشغلوا هون عضله البطن، حتى المرتخيه خاصه عند النساء بسبب الحبل بسبب النساحه، والرجال كمان لانهم بيحبوا بطن شوي. اوكي سو هيدي حركه عنا اياها. عنا كمان دي سيزرز، اكيد يمكن في اشخاص ما عندهم فلكسبيليتي، ما عندهم ليوني هون، ليفل 1 بتكون لهالاشخاص. اكيد رقبتي مرتاحه ما بتطلع لورا، على طول بدها تكون ان الاينمنت، رقبتي جالسه. ليفل 2 فيهم ينزلوا فيها اكثر. ليفل 3 هي للاشخاص اللي عندهم الليوني، عندهم العضلات، لبتلاحظوا ظهري ما بيطلع عن الارض، بطني على طول بلعته، ايدي على طول حدي على الارض. اكيد بتنفس، اي انهيل اند اكسهيل بكل غيار حركه. هول بعدنا عم نشتغل نحن ذكور اللي هو اهم شيء بالبيلاتس، بيعتبر كل شيء الجسم بينطلق من عضله البطن. اوكي سو ما حنروح كثير اكسرسايز صعبين، حضلني شوي ضل ضمن الليفل السهل، ضلني شوي بس روان. المبتدئين فيهم يعملوا هيدا التمارين بطريقه مضبوطه؟ يا مثل ما قلت لك انه هلا اكيد نحن بنفضل يكون في عندهم سوبرفيجن اول كابل اوف مانث لحتى ما يعملوا اي حركه غلط، لانه بتشوفي كثير انا بالنواحي بيعملوا وضعيات ممكن مثلا اذا حتبين على الكاميرا في عالم مثلا تقولي له اعملوا ابس صح بيعمل الظهر ارك، هاي مثلا اكيد ممنوعه. وانا بقول لهم اهم شغله تتعلموا تعملوا الزيب اب، البيلاتس الوحيد اللي بيعلمها. سو كيف بننزل الريب كيج عضله البطن، كيف بنشدهم بنخلي بطننا على الارض وما بنعمل هيدي الكيرف. يعني انا وين ما كان كجيم كبرايفت كلاينتس بنتبه انه ظهرهم ما يطلع، لان في اكسرسايزز مثلا اللي هي 100 ان كيلوز بتقولي للعالم يلا بلشوا تو جو ذا 100. اوكي بتشوفيهم عملوا هاي خاصة إذا بدي يكون في بلاد فيز شوف يعملوا this is very bad. so we try على طول نحاول إنه ضبوا إجريكم إذا أنتم beginners، حطوا على طول عضلات بطنكم ملزقين كأنه ظهري أو بالأرض في مغناطيس عم بيسحب كل بطني مشان يلزق ظهري وإحمي ظهري. so ولا مرة بنفكر نقوي عضلات البطن على حساب الظهر، مش موجودة عندنا نحن. اوكي سو هدول إذا بدكم كأكيد عضلات للبطن، عم نعطي أكيد نموذج للأشخاص بس دفنتي مش يحملوهم يروحوا يعملوهم لحالهم لانه دي طريقه اكيد. اوكي هلا بنروح مثلا للاشخاص اللي بدهم يشتغلوا، صار في شيء وقع هيدا ماشي الحال، عم تسمعوا صوتي؟ ام فاين؟ يس. اوكي، الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا شوي اجري هون بفكروا انه ما في غير الركض بشغل اجرين، ان فاكت بنشوف انه لا مش صح، فينا نشغلهم قد ما فينا، كل ما بنعلي اجرتين عن الارض كل ما بيكون حتى خصري وبطني عم بيشتغلوا بنفس الوقت، واكيد مثل ما شايفين مش عم نلقلق، سو بيكون على طول في كنترول من الابس، واذا بتشوفوا كل الاجرين هون عم تشتغل، سو هون عم نشتغل ذا كوادريسبس اف يو ونت، اذا بدنا نحكي تو ذا لاترال سايد اللي هو هون خاصة الصبايا بيكون عندهم الكيرف شوي تو يا كيرف، سو they can go to the lateral move.
هون بتكون عم تشتغل كل شيء from the lateral حتى بتبلش من الخصر and all the way down. So منعلي and we exhale up and down. بنرجع فينا نعمل circles. أكيد أهم شيء control of the abs. كل ما نصعبها كل ما فينا نطلع عن الأرض منعلي بطننا على الأرض and we can engage up and we go the circles and exhale the circles. بنكون مثل ما بتشوفوا عضلات ال external obliques هي اللي عم تشتغل، الإجر كلها عم تشتغل. إذا بدنا نشتغل for example glutes. شو بنسميها بالعربي؟ ما بعرف. اوكي. مفهومة. اوكي سو فينا نشتغل 90 degrees، كمان فينا نعمل مثلا شكل مربع، نرسم مربع وعلى طول بتكون هون لأنه بعضلة الجلوت سو بعضلة المؤخرة بيكون عندنا ثلاث عضلات في الجلوتيوس ميديوس اند ماكسيموس والمينيموس. الميديوس هي اللي بالنص اللي هي مسؤولة مثلا عن ترفع الجلوتس لفوق. اوكي. اوكي هدول عضلات لها، فينا نشتغلها بهالطريقة، بتحسوا دغري انه بتبلش تشد العضلة. شد العضل. جلوتيوس ميديوس اللي هي مسؤولة عن ترفع المؤخرة، اوكي؟ إذا بدنا نحكي عن عضلة الماكسيموس اللي هي الجلوتيوس ماكسيموس، من فينا نطلع بالإجر هي اللي عم طلعها هلا بتكون جلوتيوس ماكسيموس، وبتشوفوا أنا أي هاف كثير عالم بالجيم أو بالكلاينتس ما بيقدروا يعلوا إجرهم لأنه بتكون العضلة عندهم إياها كثير ضعيفة ومنا متكونة. اوكي. إذا بدنا نحكي عن العضلة فور إكزامبل الميديوس اللي هي بتفصل إذا بدكم الهامسترينج أو الفخذ عن الجلوتس، في حركات كمان لإلها فينا نحط لها شوية ويت، وبهالطريقة إذا بتشوفوا كل هالعضلات عم يشتغلون بس من دون ما نلهث، يعني ما في علينا اي خطر على الاشخاص اللي بيكون عندهم مشكله بقلبهم. اوكي سو كمان اذا بدنا نشتغل فور اكزامبل الانر ثاي، كمان بيقولوا لنا ما فينا نشتغل غير بوزن، مش ضروري ابدا، بناخذ بوزيشن صحيحه، اهم شيء يكون جلسه ظهري جالس فاتحه كتفاتي، فينا نطلع ننزل قد ما فينا اجرنا، اند ذيس از يور وركينج كل الانر ثاي تبعيتكم، مش عم نشتغل نصها او ربعها، بهالطريقه وي كان هولد هير كل عضلات كل عضلات الجسم، اند يو هولد هير فور اكزامبل، بتنطري هون 8 ثواني، بترجعي بتنزلي اند تطلعي اب، في كان جو لاترال، اهم شيء نحافظ على التوازن، يعني بتشوفي عالم they go يفتحوا، انا إيه. اهم شيء اتس ذا كنترول، يعني مش مهم نعمل حيلا حركه، مهم نعرف من وين عم تبلش، على طول بطني بلعتهم. سو هدول سم اوف اكزرسايزز بتكون للانر ثاي للجلوتس للامر ذا كانت نقطة كثير مهمة روان، انه الحركات حتى مثل ما انت عم تعمليهم مثل كانه برمجة تعمليهم، يعني مش عم بهز الجسم عم تعمليهم بهالقد راحة لانه الوضعية صح. Exactly. مش يعني ما فينا نعملهم. وهيدي هي يعني انا برجع بقول لهم مش المهم الواحد يعمل، يعني ياما بتشوفي خاصة لما يكون عندك جيم كبير وجيم صغير او انت برايفت بتشوفي في عالم بيعملوا شو ما كان، انا بقول لهم شو عم تعمل؟ ما لا هيدي شو فايدة معكرونة باستا، انه وات ار يو دوينغ، انه اذا العضلة مش عارفين تشتغلوها او تشتغلوا وتحسوا بالعضلة you're not doing it. وبنرجع نقول يمكن نرجع على الموضوع تبعنا، يمكن أهم شيء نقدر نشغل عضلة جسمنا بدون ما نعمل إرهاق للقلب أو إرهاق للقلب أو نعلي ضغط الدم تبعنا. ثانك يو روان على كل هالنصائح اليوم فتينا فيها. انا بدي فوت هون على الخط روان. مشان البيلاتس، هلا مثل ما قلتي في الانسان يخسر وزن بدون ما يعمل كارديو اللي هو بيعلي ريت تبع القلب، بالعكس بينت انه سترينث اكسرسايز اللي انت بدك تستعملي فيها عضلاتك بتساعدك انك تخسري وزن اكثر باي انكريزنج العضل وانكريزنج الميتابوليزم، يعني عمليه الايض والحرق. بلس اخر استدي هلا قريتها هلا طلعت انه البيلاتس بين بين كل الرياضات اللي موجوده هي اكثر بيحرقوا كالوريز ذات الشيء، بس اكثر شيء بتقوي العضلات الباطنيه مش البرانيه، باطنيه للمعده وتش بالنتيجه قوت عضلات الظهر. سو بس هي كانت اونتر بارانتيز كنت حابه اقول لك عن اهميتها. انا كثير بدفش كل الدايترز تاعولي انه يروحوا يعملوا بيلاتس لانه بتجنن هالرياضه. اها اكيد مع النصائح كلها اللي استفدنا منها دكتور، نصيحه اخيره قبل ما نختم الفقره مع حضرتك ومع لانا. نحن في شيء مهم ما حكينا عنه، انه لما بيجي الانسان عند الطبيب ليفحص حاله بنحدد نحن شيء بسموه الفاكتور دو ريسك، عوامل المجازفه. هدول كثير مهمين لانه نحن لما بنحددهم هو المضبوط ساعتها فينا حيلا شيء نقدر نقول التوليرانس، مثلا توليرانس الفور قديش فيه يقدر يعمل جهد، وما بس هيك فينا نقول له فيك تروح اكثر. اوكي. يعني هيدي كثير مهمه، اضافه انه بنقدر نعرف قديش احتمال ينصاب بالضغط، اكيد مع البيلون اللي انحكى عنه بالنسبه للكوليسترول، هلا صار في فحوصات جديده ابعد من هيك متطوره، ابعد من هيك عم تتناول شيء اسمه الاسيد جرا، يعني الدهون الحوامض الدهنيه، وهول 20 هدول كثير مهمين لما بيحكوا هلا عن الاوميجا 3 و6 كثير مهمين.
اليوم كل انسان بعصرنا الجديد لانه معرض من وخاصة النسوان، بدنا نحكي كلمة عن النسوان، انه يعني معروف سابقا انه الاستروجين الهرمون النسائي بيحمي المرأة من التعرض لتصلب الشرايين. دراسات جديدة بتقول انه لانه المرأة لحقت الرجال وصارت تشتغل مثله وصارت احتمال اصابتها بمرض السكري كبيرة، اصبحت عم تتعرض لنفس المشاكل تصلب الشرايين اللي بوقت ابكر مما مفترض انه تكون. وحتى اكثريه الحكماء بعدهم ما عم بيقدروا يكمشوا هالنيونس، انه بما انه بعدها صغيره يعني صح. بعيده عن هالشيء، خاصه انه العوارض بتجي اتيبيك يعني مش مضبوطه. من هون كمان مفترض النسوان قبل سن الخمسين اذا ولو عوارض مش يعني خاصه دقيقة. بالقلب لازم يروحوا يشوفوا الحكيم، لانه اليوم عم تتغير الدنيا. صحيح، وكل هالمعلومات اكيد ان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها دكتور، والنصائح شكرا لحضورك معنا. يا أهلا. لانا كمان شكرا لحضورك معنا لليوم وهالنصائح الغذائيه، وبنشوفك نكست ويك كمان. دقيقه قليله مع الاعلان وبنتابع بقيه فقرات ببيروت، وبعد الفاصل بنحكي عن كريسمس ات ذا فيلا، يمكن هالنشاط الخيري يعود ريعه لمساعدات انسانيه وخاصه خلال فتره الاعياد، لناخذ تفاصيله اكثر بعد البريك، تابعونا. متابعين ببيروت، وبفترة الأعياد تكثر النشاطات ذات الطابع الإنساني، ومن ضمن النشاط الخيري كريسمس أت ذا فيلا بفيلا ليندا سورسو بالأشرفية، دعما لجمعية بصمة اللبنانية للتنمية الاجتماعية. سوا منضوي على هالنشاط أكثر مع ضيفتينا صوفيا فخري وساندرا غطاس منظمي هالحدث. أهلا وسهلا فيك ساندرا وسونيا. أهلا فيك صوفيا. عفوا صوفيا، بداية إذا ما نحكي عن كريسمس أت ذا فيلا، خبرونا شوي الفكرة كيف انطلقتوا فيها وليش تحديدا خلال هالموسم موسم الأعياد. راح أنا خبرك عن كريسمس أت ذا فيلا. اليوم صوفيا موجودة تخبرنا عن إيفنت تاني راح يصير بال 26 الشهر بالسمولفيل أوتيل. أوكي. أنا راح خبرك عن الإيفنت يلي حدث اوريدي، بس في تعاون بيناتهم، لأن أصلا أوتيل سمولفيل يلي صوفيا فخري هي مديرته للأوتيل وصاحبة الأوتيل، هن كانوا سبونسر للإيفنت كريسمس أت ذا فيلا، حبوا يدعموا جمعية بصمة من خلال السبونسرشيب تبعهم، وهلا عم ننظم حدث ثاني عندهم. اوكي سو كريسمس أت ذا فيلا صار الحدث؟ صار الحدث. أوكي. بين 11 و 13 ديسمبر، كان حدث سوبر ناجح، يعني أصداؤه يعني كانت أكثر من ما كنا متوقعين، كان حدث خيري طبعا. نحن دائما بكل ايفنت بننظمه كجاتا ايفنتس اند بروموشنز دائما بنجرب انه نسلط الضوء على موضوع اجتماعي، انه نجرب نساعد جمعيات بالايفنت. وليش جمعيه بصمه يمكن اخترتوها؟ لان هلا بتعرفي بفتره العيد، هلا عيد الميلاد، انه الواحد بحب يساعد خصوصا الاطفال، لان جمعيه بصمه معروفين انه بيهتموا بالاطفال المحظوظين، واخترناهم لهالسبب، هيدا السبب الرئيسي، وعملنا الايفنت مشانهم. الديزاينرز اللي نزلوا اللي اشتركوا هو كان يعني اذا بتقولي الابداع بخدمه المجتمع، يعني المبدعين والمصممين اللي بيعملوا اشياء جميله جدا وكثير حلوه كانوا مشتركين، لان بهدف انه تو كونتريبيوت لبصمه. كل الاشتراك تبعهم راح كله ريعوا لجمعيه بصمه، بقى هن شاركوا بالاول، وفي عندك سبونسرز مثل سمولفيل اوتيل وغيرهم كمان، وكمان الناس يلي عزمناهم الفيزيتورز يلي اجوا خصيصا كرمال اول شيء يحتفلوا معنا عيد الميلاد، لان كانت اجواء كثير ميلاديه وكثير حلوه، وبذات الوقت لا يتبرعوا لجمعيه بصمه، بنتشكرهم كلهم. نعم. ساندرا خلينا نشوف اجواء المعرض كيف كانت، ومثل ما ذكرتي هالقد اجواء كانت مميزه تحديدا، بنشوف التفاصيل نحن وياكم بهالمتطرفين. أقيم
النشاط الخيري كريسمس أد فيلا في فيلا ليندا سرسوق في الأشرفية دعما لجمعية بسمة اللبنانية. النشاط عبارة عن معرض للأشغال اليدوية والأعمال الفنية والحرفية، وقد استقطب حشد كبير من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والفنية. جمعية بسمة هي جمعية خيرية صار لها يمكن أكثر من 12 سنة، نهتم بالعيال، بأكثر من 200 عائلة بالسنة و200 شخص مسن من ناحية الطبابة، التعليم، الانشورنس، الأكل، التشيب، يعني البيوت حتى بنرمم من بيوتهم إذا عايزين. أكيد وير لوكي لنشارك فيه لأنه اتس بيج وعلى جراندم مثل ما شايفت. أنا أول مرة بشترك بإيفنت من هالنوع. لحكيت هلا it's very good و hope it will be better. بتشوفي بصيص امل انه اللبناني ما بيتغير، بضل بنشاطات دايمه. انا صراحه بحب اول شيء كل شيء بيتعلق باللبنانيز ديزاينرز تنشجعهم، وصراحة انه we are really proud of them لانه عم يعملوا قصص كثير حلوة. بعدين انه بنحس بالعيد، يعني كريسمس بتحسي فيه اكثر لما يكون في exhibitions وهيك. والاهم شيء انه رايح كل البروفيت رايح for a good cause، بقى ان شاء الله خير و good luck للكل. انا كثير قليل اعرض بمعارض هون بلبنان especially around Christmas، بقى لحد هلا عم بيكون كثير منيح. هلو ساندرا، اختيار المصممين انه يشاركوا بهالمعرض كيف تم؟ يعني بعرف انه مع خبرتك الطويله كمان بهالمجال صار في علاقه بينك وبين المصممين، علاقه ثقه، يمكن ما ترددوا بس خبرتيهم؟ لا طبعا ما ترددوا، لان سابقا يعني كان عندهم اكسبيرينس كثير حلوه معنا بالايفنتس يلي بتعرض تصاميم لديزاينرز لبنانيه، وكان يعني مش هيك كانت كثير هينه. نحن يعني 48 ساعه بتذكر كان العدد مكتمل، بس هالمره ما كانوا كثار، كانوا 40 مصمم وفنان لبنانيه كلهم طبعا، والتصاميم تبعهم كلها شغل لبنان، وهيدا الشيء بنفتخر فيه. نقيناهم انه لنقدر ننوع، لان كان بدنا يكون تقريبا من كل شيء بالفيلا، لان بالنهايه المعروضات هن لازم يكونوا كنايه عن هديه بتقدر تشتريها وتاخديها معك، يعني هديه لعيد الميلاد. بقى حبينا انه يكون في تنوع بالمعروضات، وبذات الوقت انه نقدر ندعم الجمعيه مثل ما سبق وقلت. سندرا، شو الصعوبات يلي واجهتكم؟ دائما في صعوبات بكل ايفنت، خصوصا وقت اللي بينعمل اول مره بفنيو، ما بتكوني عارفه الكاستمر فلو يما الفيزيتور فلو كيف رح يكون بقلب هالمحل. دائما تنطري تشوفي اول مره شو حيصير مشان تاني حدث بتنظميه بنفس المحل تقدري تعرفي كيف انه تيسري وتزبطي الامور. صحيح. اللي غلط اول مره كأول مرة لاحسن تاني لتاني مره. بس الفيلا ليندا سرسو هي اصلا صغيره، منا كثير كبيره، وكنايه عن هول واوض. بقى قسمنا الديزاينرز حسب شو البرودكت تبعهم. كان عندك الجولرز كانوا بميل، التياب كانوا بميل، الهوم اكسسوارز كانوا بميل، سو كانوا مقسمين بطريقه حلوه. وبذات الوقت كنا عم نحتفل كل يوم، يعني ثلاث ايام اون جوينج كوكتيل ريسبشنز، كل يوم كان عندنا هوست عم بيعزم نساء من المجتمع اللبناني حبوا هن يساهموا كرمال بسمة، عزموا هن ضيوفهم واصحابهم على الفيلا باوقات معينه، صار في ريسبشنز واجوا الاعلام وغطوا، كان اجواء كثير حلوه. ومن وراء هالمعرض اسمر يمكن نشاط كمان قريب بركي بنعرف تفاصيله منك صوفيا. مزبوط، انا صحبتي مع ساندرا بترجع يعني لزمن بعيد، بس هالمره سمحت الفرصه من خلال سمول فيل اوتيل انه يكون عندنا بلاتفورم او اذا بدك منصه من خلالها نعمل تعاون مشترك بالسمول فيل. اسم سمول فيل هو نابع من مدينة بيروت، يعني مدينة صغيرة وبس بقلب مدينة ممكن يصير في اشياء كتير، فحبينا نغتنم فرصة الكريسماس لحتى نجمع كل اهل بيروت بمحل واحد على مسرح بسمول فيل اللي هو على الانترنس تبع اللوبي،
وعملت تعاون مع ساندرا، حكيت معها انه ليه ما بنعمل هالمشروع تحت اطار يكونوا كل الفعاليات قادرين يتعرفوا على الانوفيترز، على الديزاينرز، يكون عندهم مشاركه من خلال حفله راقصه، ويكون في شو يعني حتى بكريسماس وبمد لبعد الميلاد. نحن بنبلش ب 26 شهر رسميا مع جاتا ايفنت، ورح يكون في كمان مصممين، البعض منهم شارك مع ساندرا، البعض منهم رح يكون جديد. مصممين جدد يعني؟ مصممين جدد، وفي من المصممين اللي عرضوا بفيلا ليندا سيرسو بكريسماس يعني بمد لبعد راس السنة. لا لغاية 30 الشهر، 31 عندنا ايفنت ثاني لراس السنة. بتمنى من اللي حابب يتابع شو رح نعمل ب 26 ل 30 يفوت على هاشتاج ميت صوفي اللي هي الماسكوت تبع سمولفيل، بتحكي باسم سمولفيل، هي كارتون كاركتر، وعم يحكي عن كل النشاطات اللي عم بتصير بالسمولفيل او بالتعاون بين سمولفيل وكريسماس ات ذا فيلا او بينهم وبين جاتا ايفنتس وكمان منظمات اخرى. يعني ما رح نبعد كثير عن اجواء كريسماس ات ذا فيلا، بس رح يكون في شيء جديد، يمكن اجواء فنيه راقصه، شيء مميز. رح يكون في عندنا مقابلات لاهالي بيروت، مش عم بحكي بس الاهالي الشعبيه، عم بحكي طبعا كلهم مدعوين يجوا على سمولفيل، بس فعاليات من عده اقطار ليجوا يحكوا شو قدموا لمدينه بيروت، وبروح راع كل دولار بينصرف خلال هيدا الايفنت، ان كان من شراء باربيز عم يتزينوا على الكريسماس تري، او ان كان من خلال دعم بدولار واحد على فاتوره، اي فاتوره هن اشتروا واكلوا شيء، هيدا بروح رايعه كمان لمدينه بيروت، بس من خلال فاونديشن مؤسسها كريم فخري، هو هارفارد اركيتكت، اجى من امريكا بفكره ليه ما بنحسن مستوى المعيشه بمدينه بيروت من خلال مشاريع تطويريه. فرح يكون كل دولار عم ينصرف عم بفوت بهيدي الفاونديشن. طيب صوفيا خبرينا اكثر عن التحضير، كيف عم بيتم التحضير حاليا؟ فيني اقول لك انه ما ملحقين قد ما اخر تكه، يعني جمعنا اذا بدك الفورسز انا وساندرا، وخلال ست ايام عم نجرب نلحق الكروتي الانفيتيشن تنبعت، نقرر على المصممين اللي بدهم يشاركوا، نجيب الاعلام، نكون محضرين المسرح. رح يكون في كمان تور بقلب الاوتيل، لانه هو اوتيل شوي فريد من نوعه، هو الاوتيل الوحيد بالمنطقه اللي اوربن ديزاين، يعني بقلب السيتي ومصمم خصيصا لكل هالافكار، يعني اكثر من مجرد اوتيل هو رحله. بقى كيف اذا يعني كان بيشبه الايفنت اللي بيشبه الايفنت، فكيف اذا عندك اوكيجن من خلالها تعيش الناس مشاعر مختلفه؟ بتعرفي بالاوتيلات بتعتمدي على الحواس الخمسه، فحبينا خلال هالايفنت نحن نجمع اهل بيروت بهالمبادرة. بس كمان يمكن صوفيا وساندرا عندكم نفس الفيجن، لهيك صار في كيمستري بيناتكم وتعاون يمكن بيناتكم، انه حلو كمان بهالموسم مثل ما ذكرت ساندرا نعمل نشاطات يكون يمكن هدفها انساني، مثلا الكريسماس ات ذا فيلا ريعوا لجمعيه بسمه كمان هون لمساعدات خيريه، الايفنت اللي رح تقوموا فيه صوفيا قد ايه مهم، يعني مش انه عملنا ايفنت فقط للتسليه وبراند ولنضوي على الديزاين، دائما لما تكوني عم بتشجعي شيء عم بتشجعي يا طاقات بتحسي قيمته بتصير، خاصة نحن عايشين ببلد بتضلوا الواحد فيه مقلقز او في نوع من شعور بالاحباط. نحن حبينا من خلال سمولفيل من خلال جاتا ايفنتس انه يكون عندنا مسرح نقول لا بعدنا بنآمن، بعد في امل ببيروت، بعد في ناس عم تعمل اشياء حلوه بمدارات فرديه. صحيح. وخلي ريع هالاشياء تروح لمصلحه سكان هالمدينه اللي هن كمان حابين يتطوروا، يعني انا مع انه يكون في جمعيات لكل فئات المجتمع، بس هيدي الجمعيه مختصه فقط بمدينه بيروت. صحيح. نعم صوفيا وساندرا شكرا لحضوركم معنا. Thank you. وان شاء الله هيك بيكون الاقبال كثير قوي مثل الايفنت تبع ساندرا، واكيد كل التوفيق. فاصل ومن بعده بنتابع بقيه فقرات ببيروت. Thank you. منتابع ببيروت، ونحن هلا موجودين عند الشيف احمد عيتاني، وبدي اذكر انه هو من لوكا ذا دايت كلينيك. هاي شيف. هاي كيفك؟ الحمد لله ماشي. شو عملت بغيبتنا وشو رح نعمل هلا؟ هلا بغيبتكم عملنا شوينا الكوسه.
عملنا أوكي. سلايسز ما حطينا شوينة. انت عم تشوي حطيت زيت؟ حطينا شوية زيت كانولا. اوكي شوينا الكوسة هلا، فرقنا البندورة مثل ما قلنا قبل شوي، حطيناها شوي بالفرن. نعم. حضرنا الكوسكوس. اوكي شو حطينا فيه بقلبه؟ حطينا توم، كزبرة، بقدونس، نعم، روزماري، قليناهم شوي، عملناهم سوتيه مع زيت زيتون، رجعنا عملنا الكوسكوس ستيمد، حطيناه مع بعض، حطينا اكيد ملح وبهار ابيض. قد ايه تقريبا استعملنا زيت زيتون؟ لهدول كلهم حطينا ملعقة صغيرة يعني. اوكي. يعني شيء يذكر. اوكي. هلا بدنا نعمل شغلة انه نحشيهم بالبندورة. نحشي البندورة بالكوسكوس. رح ساعدك فيهم انا هول شفت انت تعمل شيء ثاني. بهالوقت كمان عم بعمل سوتيه الفطر، فطر طازة. اوكي. مع الفليفلة الصفراء. حطينا كمان شوية توم وزيت زيتون. كمان زيت زيتون ايه. ما بتأثر ابدا. لا هلا هو مجموعهم كلهم بيطلعوا تقريبا كلهم شيء ملعقة زيت زيتون كبيرة. اوكي مع زيت الكانولا ايه. كمان وشوية زيت كانولا كمان للكوسة. اوكي هلا كمان حضرنا بالوقت هذا الوقت جبنا عملنا سافرون صوص. سافرون صوص هي جبنا توم، بصل، كرات، كرافس، يعني المواد العطرية، بنحطهم مع شوية سمك وبنغليهم. نعم. بنحط معهم زعفران. بس ليغلوا بنصفيهم وبنعقدهم بشوية نشا ومي. أكيد ملح والبهار بعد ما حطينا النشا والمي ما هيك؟ حطيناهم كلهم. اوكي. هلا مثلا صارت على الآخر، هي بتاخذ وقت كثير، يعني هيك بنضطر نحضرها قبل بوقت. اوكي شايف انا جربت ساعدك بس خربت لك الدنيا هون. هلا بنرجع بنظبطهم بلا مشكله. اوكي بعد ما عملنا هو السوتيه الفطر والفليفله نحط شويه كريم اكسترا لايت، يعني تقريبا 3 معالق. اوكي بس لحتى يعملوا كوتينج، يعني يغلفون للفطر والفليفله، لانه الصوص الرئيسيه مش هي الكريم، هي السفرون. هيدي حنحطهم على وجه السمك بعدين، بس بعد ما نشوي السمك. كمان حطينا شوية ملح وشوية ملح وبهار ابيض. اوكي. بس هيك بنشيله. قديش شايف تقريبا هالطبق بده وقت؟ هذا الطبق بده وقت تقريبا 30 دقيقة. 30 دقيقة. إذا كل شيء محضر، إذا فروم A تو Z بده حوالي 45 دقيقة. نعم. بس إذا كل شيء محضر ودغري بنطبقه بده 30 دقيقة مش أكثر. وأكيد صحي وما بينصح أبدا. ما في فات وللقلب كمان منيح. نعم. هلا عم نحشي الكسكس، البندورة بالكسكس. نعم. هلا أنا ساعدتك فيهم مشي الحال. بس يمكن أحسن يمكن من يمكن لازم نكتر. طيب شيف رح نرجع لعندك بعد شوي، وهلا خلينا ننتقل لعند ساشا. يا هلا. بهالفقرة رح نهتم بطلة السيدة، لهيك بنستضيف خبيرة التجميل عبير حوراني اللي اشتقنا لها كثير. غطيت على بيروت فاينلي. فاينلي بيروت. كيفك ساشا؟ كيفك عبير؟ تمام ماشي الحال. تمام. وايضا كمان ايمج كونسلتنت عليا المنلا. اهلا وسهلا فيك عليا. اهلا فيك. موضوع جديد كمان هالاسبوع مثل العادة، مغيرين هالمرة للرجل. للرجل سو في حصة للمرأة وحصة للرجل. لازم نعطي حصة للرجل كمان بهالجزء كمان المتبقي من بيروت. عبير اليوم بدك تفيدينا اكثر بالاخطاء اللي ممكن الست توقع فيهم، ان كان بالمكياج باطلالتها. شو اكثر الاخطاء؟ هلا اكثر الاخطاء اللي عم نشوفها كميك اب، مثلا الفونديشن مش متناسق مع بشرتها، الانتي سير مش مزبوط مع الفونديشن، طريقه الحواجب معلمه كثير طريقه غلط، مثلا حدا عم يعمل كونتورينج او عم تجرب تعمل كونتورينج بيكون كثير مش مزبوط، مثلا فتحه كثير محل مش مزبوط يتفتح، او صور ببين لانه نحن بنعمل له مثل كاموفلاج بنظبطه. هن عندها بتكون كثير مبين عندها بطريقه كثير انه ما فيها تظهر هيك عاده. مثلا اكثر شيء تلزيق رموش، تركيب الرموش عم بيكون كثير بشكل ملحوظ كثير غلط، يا اما كثير مكترين على العين، يا اما يعني بس يتركب بطريقه غلط بتصير تبين عين غير عين بلا ما هي تلاحظ، بس عين مغمضه شوي، عين مفتحه اكثر. فهيدا هول اكثر شيء عم نشوفهم هلا، فحبينا نسلط شوي ضوء عليهم. كيف بنصححهم؟ ميرسي حبيبتي. لازم يعني خالي ما يطلع. في معنا مجموعه من الصور عبير رح نعلق عليهم كمان تباعا قبل ما نشوف ديمو كيف بنصحح المكياج مثل ما ذكرتي. مزبوط. هلا انا نقيت كم صوره من الانترنت
صورات وكم صورة أنا أخذتهم من كم محل. هلا هيدي الصورة أنجلينا جولي، هي كتير سيمبل وبلا ميك اب، معلمة حواجبها بطريقة كتير غلط، فإذا بتشوفي يعني هي كلوك كل يوم بتعمله هي كتير حواجبها خفاف، فهون معلمتهم بطريقة كتير بولد مش متناسقين مع وجهها. فتعطيكم مثلا الكونسيلر علي وهي ظاهره فيها وعرفتها، وهي انه بتعرف السليبرتيز ما فيها تظهر هيك، صح صح، بس دوي في شيء غلط يمكن على الاضاءه بين اكثر. ما هو ما هو شو شغله الكونتورينج بس نعملها نحن، هي للصور وللاضاءه نحن بناخذها، يعني المدام او السيده بتاخذها بطريقه غلط بتصير تعمل لها سبوت بالطريقه ما تبين، يعني بتصير كثير مبينه هي اذا بدها تتصور، عرفتي؟ او حتى لايف بتكون هي خصوصي للصور، يعني عم تستعمل الاغراض الغلط بالاماكن الغلط. صح. فهون كمان كونتورينج للشفاف ما انا حتى عليهم فونديشن مغطيتهم. وكيف مبينين؟ هون للانف. يعني الخطا عم بيكون نفس الشيء عم بيصير بالكونتورينج وبالفونديشن. فاذا بتلاحظي مقربينا هون رنا هلا رح نستغلها ميك اب، عاده بتحط الكونسيلر كثير غلط، سو فرجيتها يعني صورتها وفرجيت انا مسكت. اي بنشوف في صبايا بتبيض كثير تحت العين مثلا، او بتكون زي هي كثير برونزي بتحط انتسيلن كثير ابيض، بتصير تتصور بيطلع كثير غلط. صح. بس هو لازم يكون تحت العين افتح من لون التام، بس مش هالقد. بس مش هالقد، بتكون متناسقه او بتحط عليه مثلا هون تركيب رموش والميك اب الغلط، السموكي ايز مثلا محل مبين اسود غير عن محل، فهول بالصور كثير ببينوا غلط، ممكن يبين شكل كثير ملحوظ، يعني بتبين عين مفتحه اكثر من عين. يعني عم شوف اوقات ناس حتى باعراس بسهراتها، يعني السيده هون طلبت منها صورها كانت بسهره، قلت لها بليز بس بدي اشوف الغلط فيني صوره، قالت لي اوكي. عرفتي كيف؟ بس يعني ظهرها فيهم عادي، بس هون فونديشن كثير فارق عن جسمها، فكمان اذا بتلاحظي او مثلا بفرق بين الجسم مزبوط او بقربوا مثلا البلاش من هون، او بيكون الفونديشن كثير غير بالصور، ما بيعرفوا انه مثلا الفلاش كثير بياخذوا من الميك اب، الجسم بيكون كثير اسمر. بس نحن اللي عم نعمل مكياج بالميك هون الرموش، اذا بنلاحظ مركبه رموش عين كثير مركبتها غير عين، سو مبينه كل عين منظرها شيء، بس مبينين نوعيه الرموش غير بعض. لا نفس نوعيه الرموش، بس طريقه الحط غير، بس طريقه الحط كثير غير، يعني هي غيروا ملامح الوجه اكيد بغير كثير مش شوي، حتى الحواجب رسمه الحواجب يعني اقل ديتاي بتطلع كثير غلط بالصوره. بس بتعرفي عبير، نحن مثلا نحط ميك اب بالبيت بنكون مضطرين حتى اذا كان عندنا سهره، كيف بدنا نعرف؟ لانه على ضوء بالبيت ما بتلاحظي غير الضوء اللي على غير الضوء. ما هو لانه هيك بتكون انت من الاساس وقت عاده بمحلات الميك اب بيكون الضوء كثير قوي. صح. بس تكون عم تنقي اغراضك للميك اب مثلا الفونديشن او انت بتعرفي مثلا اي كيف سمارك قد ايه بتسمري بالصيف، قد ايه بيفتح بشرتك لونها، فهون بدك تعرفي. بس تستعمليهم مره تجيبيهم صح، بتصير تجيبيهم كل مره نفس الشيء. هي المشكله الصيف انه في ناس بيعرضوا جسمهم للبرونزاج بس وجههم لا، بيضطروا بدهم يستمروا بيطلعوا الفضايح. بنستمر بالفونديشن، بنحط الفونديشن غامق او بالبرونزر تبع البلاش، بنغمق البلاش. يعني هلا رح نشوف ميك اب قدامكم، بصير واحد يعرف. او كمان مش غلط تلجا لخبيره التجميل اللي بتعرفيها، هي بتنسق انت وياها، بتصيري كل مره تطلبيهم هن ذاتهم. يعني صح. بس ما فينا الفونديشن تبع الشتا نحطه بالصيف. صح. يعني اول شيء الكرمال التكستور تبعه ما بتتنسق مع الشتا، والبشره اصلا بتكون غير، وكمان لون جسمك بيكون غير. مظبوط. عالية قد ايه بتهتمي بهالتفاصيل يعني اللي ذكرناها او الاخطاء اللي ممكن تحصل؟ اكيد بهتم يعني بشكل كبير، لانه هيدي بخرب لي اللوك كله. صح. يعني ان كان انا لالي شخصيا او لاي حدا كلاين جاي لعندي، لانه تخيلي لابسه ومرتبه ورايحه على ايفنت مهم ورمش. صح. مبين اكثر من رمش، او الكونسيلر واضح كثير، او الكونتورينج غلط ما عم يستنفع. يعني بتشوفك كذا مره بحسك ستايل الميك اب هيدا اللي بتعتمديه لانه بيلبق لك، مثلا ما بتغير كثير فيه بالنسبه لي. أيه. حسب ما هو يعني اللوك، الميك اب، اللبس، بتوقف على اللوكيشن وين انت، شو المسج اللي بدك توديها، بدك توصليها للاخر. بقى انا بالنسبه لي انه على التلفزيون لانه في الوان ما لازم نلبسها، في تكستشر او ريور ما لازم نكون لابسينها حتى ما تعكس ضوء او تعطي لون باهت للمشاهد، وفي الوان ميك اب ما لازم نستعملها. بقى مشان هيك دائما طلتي بتكون
يعني مدروسه مدروسه اكيد. اذا كمان بتعرف هي شو بيلبق لها وشو الالوان وبتبقى بتحضر حالها بعدين اذا في شيء غلطه يمكن حدا ما ينتبه لها هي بتنتبه لها بتصير تعرف ما بتصير جريئه القصه انها تغير على كل حال عليا الايمج كونسلتنت مش معقول تغلط اكيد مضبوط بعدنا عم قلها برا انا على طول بحضرها قبل الهواء قبل ما نطلع على الهواء رح ننتقل على المكان الخاص الماضي الموجودة معنا شو رح نعمل شو رح نشوف هلا رنا كمان معودة كل مرة تعمل نفس الميك اب اوكي فرح قلت لها خليه اليوم مثل ما انت عادة بتجي انا هيك بصير اعطيها شوية افكار سو رح اليوم فرجت يعني خليت نص وجهها مثل ما هي عادة كيف هي بتعمل المكياج وانا كيف فينا نصلحه شوي وبعمل لها الميلة يعني في خطأ بترتكبه رنا مضبوط بالميك اب اوكي ننتقل عليا كمان بدنا نشوف الخطأ اللي عملته الصبية وكيف فينا نصلحه Let's see. هلا اليوم انا رنا ما خليتها تحط بلاش، عادة بتقربه لقدام. قلت لها حطي انت مثل ما انت بتحطي عادة، ما قربت عليها، قلت انا هلا بصلح لك اياها على الهواء وبفرجيك انا كمان شو بيلبق لك اكثر. هلا كمان رنا على طول بتحط الاسود هون وهي عينها بيلبق لها غير موديل، عينها ملونة، قلت لها اتركيها مثل ما انت بدك وانا هيك بفرجيك على الهواء. اوكي. هلا انا رح اعملها اكيد بطريقة كثير سريعة. شكل الأقرب كثير سريعه علي شوي رح احط لها الكونسيلر مثل ما ملاحظنا هي حاطه شيء كثير خفيف واعطي شوي على جري ما بعرف قد الكاميرا رح تساعدنا مزبوط عم نقدر نشوفه الكونسيلر كمان منه فاتح مثل ما نقيتيه مزبوط انا نقيته شوي متناسق مع الفونديشن اللي هي بدها تحطه كمان عبير مرات بنوقع بمشكلة قد ايه بدنا نحط انتصار هلا انت اذا بدك ما هو حسب اي متى اذا انت عم تصوري او مثلا عندك لبرا رح تعملي عند الاستاتيسيان تبعك اذا انت بدك تظهري كل يوم ما فيك بنهار ما فيك تستعملي الكونسيلر انا عم حط لها اياه بدك تستعملي شيء اخف شوي هلا انا كنت جايبه كذا شغله بركي بالحلقه الجاي تفرجيكم شو الفرق بكل فونديشن شو الفرق بين بين الفونديشن المي والفونديشن الكيك المات السميك الستيك اوكي اوكي بعد الكونسيلر هلا شو بنعمل؟ هلا رح امزجه مع الفونديشن اورايت بس هو مزبوط لازم بالمحل تحت العين ما ابدا نقرب الفوندوتان لا حسب شو الميك اب يعني بدك تشوفي حسب انت كيف عم تحط الميك اب لاي مناسبه عم تحط الميك اب هلا عاده فيك تحط الفونديشن اول شيء وشويه كونسيلر على الخفيف بالاخر حسب كمان قد ايه عندك هالات سوداء تحت عينيك حسب شو بدك تخبي يعني نحن بمجرد ما حطينا لها بس ال كونسيلر بس الكونسيلر مع الفونديشن غمضي شوي هلا سوري انا عم بستعمل البراشز اللي حدي طلع لفوق يعني تطلعي كيف ضوى وجهها وتحت عينها هون ايوه صحيح كانت تبيني كانه تعبانه عينها تعبانه لانه حاطه الكونسيلر الغلط وحطته بطريقه بس بدك تحطي كونسيلر بدك تحطي هيدي البارتي هون مثل كانه تريانج وبدك تمزجيه لتحت مع الفونديشن وتحطيه هي بتشيله وبتحطه وبتفركها عم تتعب تحت عينها عم تشيلهم كلهم اصلا اوريدي صح بعدين اوكي صح بعدين البراش فيها كلها فيك تحطيه تابوت ما اوكي هلا عادة تحت العين بدك تترك السماكة اكثر شيء وبالاصبع حسب كمان شو عم تستعملي في قصص ايبونجات بتشربهم كلهم صح يعني حسب التكستير شو بدك تعرفي باي براشز تستعمليه كمان اوكي عم بخترع براشز هلا يلا هلا نرجع بنثبت بال رح نثبت بالباودر تحت العين الباودر بدها تكون نفس لون الابتسام او تقريبا أفتح. اوكي لا ما فيك تحطي شيء افتح بدها تصير ابيض فيك أوكي. في عندك باودر بتكون ترانسبرانت ما في الا لون أوكي. فيك تثبتي فيها عليا حتى نشوف كلون عيونها للصبيه شو بتحسي رح يلبق لها الوان مكياج هلا البني الغامق بيلبق لها كثير انا ما يعني بشوف الاسود كمان ممكن حسب سموكي المناسبة يعني سموكي أوكي. ايز حسب المناسبه اللي رايحت لها بس ما في شك انه بقدر ادخل انا شخصيا قلم ملون بقلب العين بقلب حتى عينة. حتى يعطيني رفلي صح يعطيني رفلي يبين لي لون العين لون العين الفاتح اوكي هلا البلاش مثل ما شفنا رنا عادة بتقرب البلاش لهون البلاش بده ينحط من الخد هيك لفوق تيعطيها
طول بالوجه. في عادة بيقولوا انه لازم نحط هيك البلاش بهي الطريقة من العين لحد الزاوية العين. ايه ونزول بيعطي تشيك بون. مزبوط بس تخلص عادة الميك اب العين، انا بمشي مع ميك اب العين بهيدا الموضوع. بتوقف على الشيب تبع الوش كمان. مزبوط. ما هي هي المشكله، بناخذ معلومات ونصائح. اذا قربنا كثير على اللاف لاينز مثل ما بنسميها خطوط الضحك بيعطي عمر اكبر. بيعطي مزبوط. اوكي لفوت. عم نحدد العين باللون. هلا عم نحدد العين باللون الاسود. عطول لتعطي فورم للعين المفروض يكون في لون شوي غامق. مزبوط. كمان بالبنة فينا نحدد لون العين. فيك تحددي حسب كمان اذا عندك اطلالة على انا البنة ما كثير ببين على التي في، عادة الضو بيشربوا، لازم تحددي بعين بلون غامق شوي. وبتفتحي اذا بدك الكلر باللي بدك اياه. هلا انا نقيت لها شوي البنة مثل ما قالت عليا، البنة مع الجولد الوان ترابية. مزبوط. هول الالوان الفيفورت عندي، اذا بتلاحظي على طول كمان بحط منه. ايه ما بشيله معهم. والحواجب لحصن لا مش معلمتيهم. بلا هي معلمتهم بطريقه غلط. كمان هلا رح ارسمهم بالاخر وفرجيكم. طلع لفوق. تاني ميل. ايه مضبوط معلمي. كمان ببني تحت اللون الاسود اللي انا بس حطيته. يمكن هيدا البني افتح من ايه هيدا البني افتح شوي من اللي حطيناه فوق. ما رح نستعمل قلم اخضر او شيء بلا بس الشنطه هونيك. هلا استعملت في اغراض استعملت الاغراض اللي محضرت لي اياهم رنا، هي نقت الوانها فصرت مجبوره استعمل اللي هي حطتهم عند النساء اللي هي حبتهم اللي هي حبتهم. بس مزبوط قلم الاسود بس حلو بالسهره يعني بالنهار ما كثير حلو. بلا اذا عرفتي كيف بدك تحطي في له طريقه، يعني عم بيحطوه بطريقه كثير عريضه ومبين منه حلو. عرفتي يعني له اوقاته بالسهره دهره رايحه عشيه عشاء. وهلا قد ايه درج الايلاينر عيونها بيلبق لها الايلاينر شيء؟ عيون رنا ايه بيلبق لها كثير الايلاينر بس مش مثل ما هي حطته. فتحي شوي. اوكي. انا ورنا على طول الصراع نفس صراع. مزبوط صراع دائم على الميك اب. كل ما تجي بتقول لي ما فيك تشوفيني بقلم فاتح شوي بكلر فاتح شوي بنحط تحت العين تحت الحاجب. سوري عليا انت مع انه نتبع الموضه الايلاينر اخر فتره من سنتين لهلا كثير دارج مع انه ما بيلبق لكل الصبايا مش يعني بنلحق الموضه اذا لبقت لنا بس ما فيني انا الحق الموضه او خلي الكلاينت تبعيتي تلحق الموضه اذا مثلا شيء مش لابق لها. يعني حتى مثلا الكحلي بقلب العين هلا حكينا من شوي في عيون اصلا صغيره بتيجي بتحطي لها قلم اسود حتزغريها، ساعتها بقول لها حطي قلم ابيض خاصه اذا عندها سهره او شيء حتى يعطيها كبر او وسع على العين. مزبوط. ما هون حسب كمان بدي اقول لك نحن مش كل شيء بنطبع الموضه، يعني اذا درج الحاجب كثير عريض وعنايه ووجهها صغير ما رح نعمل لها يوم. صح. يعني بنجرب نمشيها شوي على الموضه بس بطريقه تلبق لها. تلبق لها. بعد في دقيقه عبير. يلا بدنا دقيقه بس بنخلص ال بدنا نرسم لها الحاجب. بس هي معلمتهم كنت عم تقولي هي معلمه يعني. هيدا الحاجب. اوكي اوكي. الحاجب الثاني هلا انا رح اعلمه شوي بطريقه غير طريقه طبيعيه او ناتشورال طبيعه كثير ناتشورال كانه مبينين شعر. ورح نحط مثل ماسكارا خصوصي للحاجب بس بهيدي الطريقه عم بتفتحي لون الحاجب كمان شوي صغيره لحتى نعطي كل شيء بولد منه كثير حلو. يعني لاحظنا الحاجب اللي معلمته كثير بلاك. مزبوط. إيه. هون طلعت اخف. هون بيطلع اخف بصير اللوك تبعها كثير احلى بصير شكلها لايف احلى بصير. مزبوط. ما بيعطي حديه. مزبوط. يمكن واخر ستيب شارب في اللوك اخر ستيب واللي هي اهم الماسكارا نتفت ماسكارا. يعني هلا عملنا شيء على السريع. في رموش ولا لا؟ لا رموش اسم الله. اسم الله. ايه ما اسم الله. هاتك حطيتي لهن. ما بدها. يعني هيك بنكون صححنا الميك اب. بنكون صححنا لها شوي الميك اب من بيت وتا مش لبق لها كثير لتا شوي لبق لها اكثر متناسق مع جسمها اكثر، الالوان لابقين لها اكثر من ما هي حطتهم، رفعنا شوي الايلاينر لانه اوكي ما عندها مناسبه تظهر عليها، وظبطنا لون ال يمكن في شوي
من اوكي فرنسو. انا ما بقشع من هذه الكلمه. وزبطنا شوي الحاجب نعطيه بوتيه احلى لحتى مزبوط ما بقى دارج كل شيء هيك بلوك يبين الحاجب كله ناتشورال. كل ما كان ناتشورال كميك اب وك يعني حتى البلاش ما يكون كثير قوي. عم بحكي حسب اذا واحد عنده تصوير تصوير يعني. بس أوكي. يكون عندك مثلا عشاء ظهره مشوار عندك سهره او على حيلا محل يكون كثير خفيف. كل ما كان اللوك ناتشورال بيكون احلى للواحد يشوفه مريح اكثر للنظر. صح. عبير رح تبقي معنا لانه بعد هالفاصل كمان السيجمنت الخاصه فيك عليا موجهه للرجل مع انه دائما في مكمل للرجل بعطي حق للاثنين. نحن رح نتوقف مع فاصل علينا وبنرجع بنتابع بقيه فقرات ببيروت. خليكم برفقتنا. متابعين مع ضيفتينا عبير حوراني وعليا الملا، وهي الفقرة هي موجهة للرجل، شو بيلبق له حسب شكل جسمه. عليا، كيف ممكن نحدد شكل جسم الرجل أو كيف هو بيقدر يعرف ويفهم شكل جسمه أكثر؟ قبل ما نحكي عن الشكل، بس أنا حبيت إنه هالحلقة تكون هالسيجمنت يكون عن الرجل، لأنه مثل ما عارفة في أعياد هلا ومناسبات وفي هدايا، بقى هيك الست بتاخذ فكرة على جوزها أو خيها أو والدها أو اي حدا ممكن تقدر تقدم له هيك تقدم له هيك بنساعدها ونسهلها الهديه. ممكن نشوف أوكي. اول صوره يلا بنبلش اول صوره. بالنسبه للرجل عكس المراه تماما، نحن عندنا 7 بادي شيب، الرجل عنده 3 بس، يعني اختصرناهم بثلاثه. هو الانفرتد تراينجل يلي بيكون دائما كتفه كبار عراض، اجمالا بيكون رياضي كثير. عندنا الريكتانجل، ممكن يكون ريكتانجل يعني عنده طول او بيكون قصير. وعندنا الاوفال اللي هو يعني مليان، بتكون رقبته شوي عريضه، بيكون كتافه عراض، بيكون عنده كرش او عنده بطن. هدول هن الثلاثه الاساسيه. اوكي، 3 اشكال بالنسبه للبادي شيب. نعم. بنكفي مع الصوره الثانيه بنقدر نشوف انه هل بادي شيب شو بيلبق له طقم. يعني نحن ما بنعرف وقت الرجل بيروح بيشتري تقومي شو بيشتري، بس حابين نحن نعطي فكره انه في 3 ستايل لتقومي الرجالي، هن البريتش ستايل، الايطاليان ستايل، والامريكان ستايل. هن هدول الثلاثة الموجودين اراوند ذا وورلد يلي بيقدروا يشتروا منها. بنلاحظ انه حناخذ بس هيك نبذه صغيره عن 3 انواع السوتس التقومي. انه عندي البريتش كثير كلاسيك، بتكون القبه تبعيتها قصيره من واصله ل يعني اول وحده. اول وحده الثانيه البريتش هي الثانيه. اول وحده هي الامريكان، البريتش هي الثانية، والإيطاليان هي الثالثة. هلا الإيطاليان إجمالا بتكون للشخص للشخص الانفرتد تراينجل، لأنه الإيطالية الجاكيت الإيطالية بتكون الكتاف شوي عريضة وبيكون مش يعني مش سنتري، بتكون جاي ستريت وما بيكون في إلا فتحة من ورا. اجمالا يلي انفرتد تراينجل اللي بيكون كتافه عراض، هيدي الجاكيت المثاليه الايطاليان ستايل. بالنسبه للبريتش ستايل هيدي ممكن اي بادي شيب يلبسها، اي بادي شيب، بس الريكتانجل هو احلى شيء بالنسبه له. يعني يمكن لانه بتعطيه شوي بتخمله واجمالا هو بيكون ريكتانجل، بقى انا بحاول اعطيه اعمل بالنظر اعمل له شويه فورم. اوكي والامريكان الامريكان هي السوت يلي بتنباع ممكن جاكيت وحده والبنطلون وحده، انما الايطاليان سوت مجبورين ناخذ الطقم كامل، البريتش سوت مفروض ناخذ الطقم كامل، الامريكان هي من على الشالب يعني نقدر من هيدا نقدر نقيها بتكون جاهزه. بناخذ اي قياس، ممكن جاكيت اعرض اكبر، البنطلون اصغر. اوكي، وبنلاحظ هون انه هلا حنحكي بالصوره الثانيه، حنحكي على الوان تقومي. هون انا بدي يعني اعطي هيك رساله صغيره للرجل، انه مش اي لون بيلبق لاي رجل. مثل ما حكينا بالنسبة للست انه الالوان في عندها بالات، في عندها الوان، الرجل كمان عنده نفس الشيء، عنده ست بالات الرجل.
يعني بنشوف الصوره اللي بعدها. اوكي. عندنا ست دوميننت او ست الوان بالنسبه للرجل. عندنا اول وحده اللي هو برنس البرت، عندنا ايه لايت اللي هو فاتح. عندنا دينير، عندنا انطونيو بانديراس اللي هو ديب اللي هو غامق. نرجع على برنس هاري، عندنا ايه وورم اللي هو دايف الوانه دافئه. اوكي. وعندنا دينيرو بنشوفه كول اللي هو شعره مثل ما قلنا مره الماضي سولت اند بيبر او اسود وفي داخله شويه ابيض. وعندنا الدوميننت الكلير نعم الكلير اللي بيكون شعره غامق وعيونه ملونه. وعندنا السوفت اللي هو بيكون الوانه متجانسه كثير، يعني شعره من لون عيونه من لون التان تبع وشه. هلا الطقم اللي بيلبسه مثلا دينيرو اللي هو شعره ابيض واسود ما ممكن يلبق لهاري اللي هو وورم، يعني بنشوف برنس هاري الوانه بتكون كثير على بني. اذا بنشوف الصوره الثانيه ممكن نشوف مع التقومي بنشوف مثلا برنس هاري اللي هو بالنص لابس فاتح لابس بيج. هلا بالشتاء هيدي صيف، بالشتي ممكن يلبس بني، بس انا ما بقدر اتخيل بسوت جري مثلا جري. يعني دائما يلي شعره اسود وابيض بنلبسه كحلي، بنلبسه اسود، بنلبسه جري غامق، بنلبسه دائما بتلاحظي قميصهم بيكون اسود، دائما مثل ما قلنا مع الست لازم الالوان تكون غامقه قريبه من الوش. صح. بالنسبه لمثلا ديفيد باكام بني لانه هو سوفت، هي سوفت، ما بنسميه سوفت الرجل، بنسميه ميوتد لانه كلمه سوفت مع انه بتلاقيه بالسوت البلاك بس ما بتحسيها كمان كثير غلط. بتلاقي في شيء امبالانس باللوك، في شيء مش ما في انسجام وتناغم باللوك بالطلي تبعيته. صح. بني بنلاقي برنس البرت كحلي رمادي غامق، يعني اللوك يلي فاتحه يلي شعره فاتح بنلبسه فاتح، بنكسر له اللون الطقم بقميص ابيض بقميص، بنلاحظ تحت الوان غامقه قمصان سود. بقى الرجل يلي هو اشقر شوي فاتح شعره شوي بني دائما يروح للالوان الترابيه، الطقم البني الشوكليت، طقم البرونز، طقم السوفت وايت، انما مش اسود ابدا. ايفن لون القميص كمان هلا بالنسبه للرجل ما يكون وقت مثلا بيجي الرجل اللي عندي لاستشاره بياخذ مش بس الالوانه الانفستمنت باي اي تقومي بيشتري، بيشتري بياخذ كمان اي قمصان بتلبق له، بياخذ اي تقومي اي قماشات نوع قماش كمان حتى نوع القماش حتى اي ديزاين اي قماشه كيف الخط قد ايه سمي عرضه او قد ايه رفعه حسب البادي شيب تبعه. بقى بدنا ننتبه انه الكلير اذا بنلاحظ اللي شعره اسود وعيونه ملونه قلنا نحن حتى مع الست لازم تلبس كونتراست، بنلاحظ الكرافات تبعيته سوداء وبيضاء. مال جبس بنلاحظ دينيرو اسود باسود، ديفيد باكام بني، يعني لازم يلحق الباليت تبعيته، عنده 30 لون بيقدر يختار منها، عنده حوالي 16 لون تقومي بيقدر يلبسها يختارها ويلبسها. بقى مش اي طقم بقدر يعني اشتريه او أوكي. انصح فيه لاي باليت. وبنلاحظ كمان حتى الكرافاتات، يعني هون بحب مثلا الست يلي بدها تشتري هديه انه مرق معنا ثلاث انواع اجسام، الاوفال او الانفرتد تراينجل. اجمالا انفرتد تراينجل، انا عم اقول تراينجل يعني عندي زوايا، دائما الكرافات تبعيته لازم تكون فيها انجلر، لازم يكون فيها زوايا، ممكن مخططه مقلمه ممكن شيبس بس يكون فيها مقلمه باي شكل من الاشكال. بينما الاوفال يلي هو ملين دائما المنقط بيلبق له، الفلورال ورود صغيره او من كشمير رسمه الكشمير لانه فيها كيرفز، بقى هيدا بيلحق كجسمه. بالنسبه للريكتانجل عندي ايه ستريت، بحاول دائما بالكرافات تبعيته يكون فيها لون ماشي مع القميص نفسه، بيعطيني وساعة شوي وساعة. للصدر. عم نشوف الصورة الأخيرة. هون الصورة الأخيرة بنحكي على ستايل بيرسوناليتي، كمان مثل ما حكينا مع السيدات إنه في عندها شخصية بطريقة لبسها. بنشوف فوق عندي جاليانو هي كرييتيف، ما بتفرق معه، بيحب الأشياء السرعة، حاطط ورود على راسه، حاطط مطول شعره. هيدا هيز اون ستايل، عنده هيز اون بيرسوناليتي، هيدا بنسميه كرييتيف.
ننزل على ديفيد باك هيز دراماتيك. اجمالا الدراماتيك بيحبوا السيارات سبور، بيحبوا يكون له طل، يكون مميز، يكون يعني وقت يفوت على محل يلفت يكون يلفت النظر. بنشوف ترامب فوق هيز رومانتيك، يعني مع انه ما بيبين ابدا بس هو هيز رومانتيك. اجمالا هالشخصيه بتحب كثير تهتم بصحتها، بتحب كل شيء يكون منظم، شيء مفيد لها. اوكي بنجي على برنس تشارلز، هيز تيبيكال كلاسيك. مش عم نحكي على شعر، عم نحكي على هو ستايل بيرسوناليتي تبعيته. هيز كلاسيك، ما بحب يغير الاشياء، دائما بيمشي على نفس الشيء، نفس الستايل، ما بيغير حتى بانواع الرياضات، بتكون الجولف، بتكون الاشياء يلي ما هيك بتدلها روتين. اها بنجي على بيل جيت، بيكون هيدا النوع الناتشرال يلي اخر همه ان شاء الله طلع بسيرفيس، مرتاح مع حاله، مرتاح مع حاله، بيطلع بال المهم هو يكون مرتاح، المهم هو مرتاح، بحط الباك باك بيمشي ما عنده مشكله. واخر شيء هو الانترناشونال يلي هو مثل التيت شيك بالنسبه للسيده. هيدا الانترناشونال بحب يكون بيسافر كثير، وبحب الانواع الرياضه تبعيته تكون متواجده باي مكان برحله. احلى شيء دراماتيك ديفيد بيكهام. يعني اخر بريك لحلقتنا لليوم، وبنرجع بنتابع مع الشيف احمد عيتاني لنشوف وين صرنا بالوصفه وندوق لنفوق. اي عبير يلا بريك ونتابع. اخر فقره اليوم ببرنامجنا مباشره بننتقل لبرنامج سيدتي مع الزميله هدى لنتعرف شو حضروا من فقرات لحلقتهم لليوم. مساء الخير يا هدى وطمنينا عنك. مجرد اسمع هدى، سمعتينا؟ مساء الخير هدى. يا هدى بس جاهزه هدى ويسمعونا بنرجع اكيد بننتقل لعندهم. لانا بنرجع بنحييك كمان بهالسيجمنت، انضميتي لنا لانه في بارت كثير مهم بدنا ندوق. شو بدنا؟ شاف خبرنا وين هيك وكيف وليش لوصلنا لهال بلاتر. سمك وسمك اللقوز مسحنا لكم، فيليه لقوز اوكي مع سافرون صوص، البندورة المشوية والكسكس مع الأعشاب. فينا ندوق دغري؟ ايه دغري فينا. ايه اوكي. وفي عندنا البارميزون فليك حطيناها فوق الكسكس. اها. وشوية فطر مع كريم وفليفة صفراء فوق السمك. يعني إذا بدنا نقول عنه كلمة واحدة هيدا الصحن بالانسد، يعني بقلبه كل الألوان، كل العناصر الغذائية من البروتين لكالسيوم جاية من الكريم. للنشويات وللخضار كلياتها. سو بالانس 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 بالانس. شكله كثير حلو، اي طعمته كثير طيبه وريحته كثير حلوه. وعن جد اللي بيتابع الحلقه حيصير اكيد اكله صحي وينتبه كثير لانه الاكل صحي طيب. راح نروح هلا كمان مره جديده لعند هدى لنشوف اذا صارت عم تسمعنا. بمسيك بالخير يا هدى. مساء الخير ساشا، شلونك؟ الحمد لله. هدى تفضلي، شو محضرين من فقرات لحلقه اليوم من برنامج سيدتي؟ ما شاء الله ساشا كل مره يعني الحق عليكم فقره الطبخ اشوني، وانا مو قاعده اشوفكم ومو قاعده اشوف شنو قاعدين تاكلون. بالعافيه عليكم. واحنا اليوم في سيدتي ساشا رح نتكلم عن خطوه وزاره التربيه والبدائل اللي وضعتها للعقاب البدني والنفسي، وراح نناقش طرق هندسه الحياه وكيف نكتشف ونستفيد من الطاقات المدفونه. واليوم بعد في حلقتنا راح نتعرف على مهندس سعودي يخترع جهاز يلتقط البث الفضائي في الصحراء، وراح يكون لنا بعد لقاء خاص مع المخرجه الفلسطينيه مي عوده، راح تكلمنا عن مشاركتها في مهرجان دبي السينمائي الدولي. وراح نتكلم بعد عن ابرز التشريعات اللي وضعتها المملكه من اجل المحافظه على حقوق الانسان. لكن من بين الفقرات المهمه اليوم ساشا وكل مشاهدين برنامج بيروت، اليوم راح يكون لنا لقاء خاص مع احمد الاسير، وطبعا اقصد هني خبير المكياج اللي اشتهر بالعمل مع ابرز الفنانات العرب ومن اهمهم احلام، واليوم هو اللي مسوي لي مكياجي ساشا. وعندنا بعد الكثير من المواضيع،
فأدعو كل مشاهدين برنامج ببيروت ينضموا لنا بعد قليل على طول على روتانا خليجية وتابعونا. ويعطيكم العافية ساشا، وراح أحضر برنامجكم ببيروت اليوم بالليل إن شاء الله. والله يعافيك يا هدى، نحن بحييك وبحيي فريق عمل البرنامج سيدتي. خلص الوقت ببيروت عن جد بمر بسرعة، بس بشكل سريع كيف ممكن تتواصل معك أي سيدة أم رجل عليا؟ في أي ويب سايت؟ على الويب سايت www.cmbarabia.com، في كل الأرقام التليفونية، في حتى CMB Arabia، في الفيسبوك، في الإنستغرام، تويتر، وفي كمان إن شاء الله في عندي رقم سعودي موجود كمان على الويب سايت. عبير حبيبتي انت عم بقول لي تايم اوت. شو السفره؟ كنت بدك تحكي شيء عن السفره. شو انه امتى جيتي؟ وين بعد رايحه؟ وين رايحه؟ ممنوع تروحي؟ ما عم روح يومين ثلاثه وبرجع. ممنوع، عايزينك هلا قبل العيد. ما لا، على العيد انا هون. اوكي، رايحه يومين بس على دبي، راجعه ورجعه رايحه على الكويت، رجعه رايحه جده، رجعه رايحه الرياض، رجعه رايحه البحرين، رجعه رايحه خصمتينا الكويت. رح نتابع كل شيء جديد على السوشيال ميديا الخاص فيك عبير، لانا بنشوفك اسبوع الجاي اذا الله راد. اهلا وسهلا فيك. لهون نوصل لختام برنامجنا، بكره حلقه جديده كمان من برنامجنا ببيروت. من هلا لوقتها، مع السلامه للجميع.